النقابة ان هم اتاحوا لنا الفرصة. هنتكلم النهاردة شوية عن موضوع يمكن مهم شوية او مش مهم شوية، مهم كتير في الدواجن وخصوصا في الفترة الحالية سواء في مصر او على مستوى العالم كله، وهو الامن الحيوي في الدواجن. دي واحدة بس نشير كده كده واضحة. تمام يا دكتور، تمام. ممتاز. النهارده هنتكلم زي ما قلنا على الامن الحيوي في الدواجن. الامن الحيوي مش بس في الدواجن، احنا لو حبينا نتكلم عن الامن الحيوي هنتكلم عليه في كل حاجه في حياتنا. انا الدكتور اسامه شديد، انا خريج 2002. الحمد لله تعالى ربنا يمكن اكرمني ان انا قبل ما اتخرج من الكليه كنت ابتديت اشتغل في الدواجن من 97. اشتغلت في الهاي لاين، اشتغلت في باي تشيك، اشتغلت في جيمس واي للفقاسات، واشتغلت في سيفا. انا حاليا شغال في سيفا في السعوديه. اشتغلت في منطقه السعوديه ومنطقه الخليج، اشتغلت في منطقه افريقيا، يمكن ما اشتغلتش في مصر كتير بس افريقيا اشتغلت فيها اكتر. النهارده الاجنده بتاعتنا احنا هنتكلم على شويه تعريف، هنعمل بعض الهايلايتس او بعض هنركز على بعض الحاجات الموجوده في امراض الدواجن او الامن الحيوي بالتحديد. ايه اللي احنا بنعمله في الامن الحيوي وايه المكافئات اللي هناخدها نتيجه ان احنا نعمل الحاجه دي صح، وفي نفس الوقت هناخد بعض الرسائل الصغيره للبيت واحنا مروحين. ايه هو البايو سيكيورتي او ايه هو الامن الحيوي؟ في ناس كتير هتقول لي انا بغسل البوت بتاعي كويس قوي، انا بخش المزرعه، انا حاطط الساينز او حاطط العلامات الارشاديه كلها على باب المزرعه، وبقول لا ما حد، والناس بس اللي هي المسؤوله هي اللي تخش. لا، وانا بغسل العربيه بتاعتي وبنضفها كويس قبل ما اخش، وانا متاكد ان انا كده عندي بايو سيكيورتي كويس. كل الناس بتقول الكلام ده، بس هل ده فعلا الواقع اللي موجود عندي ولا لا؟ كل الناس ديت بتقول انا عندي بايو سيكيورتي كويس. العمال معلقين هدومهم بيغيروا في نفس المكان، هنا السقف تقريبا شبه واقع، بيقول لك لا انا عندي سقف ممتاز ما عنديش اي مشكله خالص، الثلاجه مش مترتبه ومش نظيفه، بيرمي الركش ورا العنابر بتاعته بيقول لا انا عندي بايو سيكيورتي محترم. واحد يقول لك انا غسلت ومع ذلك رغم ان هو غسل ما زال لسه في بقايا او بايو فيلم على الحاجات اللي موجوده عنده. لا يمكن ده يكون بايو سيكيورتي، لا يمكن ده يكون امن حيوي باي شكل من الاشكال. هو مقتنع ان هو عنده بايو سيكيورتي، هو حط شويه علامات ارشاديه على الباب، غسل العربيه بتاعته وهو داخل، انا تمام ما عنديش اي مشكله خالص. طيب ايه هو الامن الحيوي؟ حسب منظمه الاوبئه العالميه وحسب منظمه الصحه العالميه، هو عباره عن تطبيق الاحترازات الوقائيه لتقليل مخاطر انتقال او انتشار العدوى المرضيه. بمعنى انا ايه الحاجات، ايه البريكوشنز او ايه الحاجات اللي انا باخدها عشان خاطر ما ادخلش المرض ده جوه المزرعه بتاعتي. تمام. طيب عشان اعمل كده انا هعمل ايه؟ كل حاجه بتدور حول كلمه واحده بس، المخاطر. لازم اعرف ايه المخاطر بتاعتي، لازم اعرف احط ايدي على ايه المشاكل اللي عندي. على فكره المخاطر هو شيء نسبي، انا ممكن اشوفها بطريقه فلانيه، الدكتور وسام هيشوفها بطريقه تانية خالص في المكان دوت، الدكتور علي هيشوفها بطريقه مختلفه تماما عننا احنا الاثنين. هي شيء نسبي، كل واحد بيبص لها على حده والشكل بتاعه، بس الصح ان بيحصل بيتعمل زي اجتماع الناس اللي مسؤوله عن المكان ده، بتقعد وتبتدي تشوف ايه المخاطر بتاعتها. طيب هل المخاطر بتاعت المزرعه الصغيره او مزرعه التسمين زي ما احنا بنقول عليها في مصر الصغيره زي المخاطر بتاعت مزرعه الامهات؟ هل هي زي المخاطر بتاعت مزرعه البياض؟ هل هي المخاطر زي بتاعت زي الفقاسه؟ كل واحده فيهم ليها مخاطرها وليها مشاكلها وليها دوشتها. اذا ما كنتش ابتدي احدد انا بالظبط فين هجيب بتاع التسمين المسؤول عن البرودكشن او الانتاج بتاع التسمين، انا قاعده المخاطر بتاعتك ايه؟ طيب احنا هنبني عنابر جديده، هنبنيها فين؟ هنبنيها في منطقه شديده الوبائيه ولا هنبنيها في منطقه صحراويه ما فيهاش اوبئه؟ طيب احنا هنبنيها فين في مصر؟ هنقول احنا جوه مصر، هنبنيها فين جوه مصر؟ هنبنيها في الشمال ناحيه بحري ورطوبه عاليه ودرجه الحراره، ولا هنبنيها في الجنوب في درجه الحراره المرتفعه وشبه جاف؟ تمام؟ هنبنيها فين؟ هنعرف فين؟ المنطقه المزارع بتاعتنا دي احنا هنحطها فين؟ لازم نكون عارفين كل حاجه احنا بنعملها. طيب هنبدا ازاي؟ اول حاجه ان انا لازم احدد المخاطر اللي عندي. والله انا مزرعه بياض او مزرعه تسمين. طيب انا دلوقتي المخاطر اللي عندي ان حد يجي من بره يخش لي زي عربيات العلف. ان انا النافق بتاعي ما تخلصش منه بطريقه كويسه.
ان العمال وهم داخلين ما يستحموش او ما يتنظفوش كويس، او يجي لي فيزيتور بمشاكل كده. انا حددت المخاطر بتاعت المزرعه، مزرعه الجدود او مزرعه الامهات لا الوضع بيختلف، لان انا بعلي النسبه بتاعتي، لا انا المفروض الجدود احميها تماما ان اي حاجه تخش، فبالتالي انا هعلي الريسك بتاعي او هقول لا ده انا عندي مخاطر اعلى. طب انا حددتها اعمل ايه بعد كده؟ حجمها قد ايه؟ دخول الراجل ده عندي في مزرعه التسمين بدون ما يستحمى او بدون ما ياخد الشاور بتاعه او بدون ما يغير هدومه هيعمل لي ايه جوه؟ ممكن يكون جاي منين؟ هو بقى له قد ايه ما زارش مزارع؟ فانا بالحاله دي بقول حجم الخطر بتاعي قد ايه؟ بقدره. طيب بعد كده هبتدي احط اتحكم فيه ازاي؟ ايوه انا دلوقتي الراجل ده عشان يخش انا محتاج ان انا احدد انا هتعامل معاه ازاي؟ او هتحرك معاه ازاي؟ إيه هقول له اتفضل تعالى ولا لا ده انت لازم قبلها بيومين ما تكونش زي المزارع، وبعدين لما تجي لي وانت على الباب هتستحمى وهنكتب اسمك وناخد درجه حرارتك وناخد عنوانك ونعرف ايه المزارع اللي انت، وكل ده لازم تديكلير، وبعدين تخش تاخد شاور وبعدين تغير هدومك وبعدين تخش تاني جوه المزرعه تاخد شاور تاني وتغير هدوم، لازم اعرف انا هتحكم فيها ازاي. بعدين ابتدي اعمل تخطيط انا ده هطبقه ازاي على ارض الواقع. لازم ابقى عارف انا هطبق المخاطر بتاعتي دي ازاي على ارض الواقع. طيب حددت عرفت عملت البلان هبتدي اعمل امبلمنتيشن هبتدي اطبق. طيب انا طبقت، في ناس كتير قوي بتطبق بتقول لك انا طبقت انا عامل الجيتس والناس بتستحمى والدنيا زي الفل، هل ده كفايه ولا لا؟ طيب انا قللت الريسك ولا ما قللتوش؟ يعني حجم الريسك اللي عندي قللته ولا لا؟ فدايما احنا لما بنتكلم على امن حيوي احنا دايما بنتكلم على مخاطر، هل هو المخاطر هل هي لو؟ هل هي مودريت؟ هل هي هاي؟ طيب هل انا عشان عملت امن حيوي كويس في المزرعه انا ضامن ان المزرعه بتاعتي ما تتضربش؟ مش ضروري. اه في نسبه انت بتعمل انت بتاخد اللي عليك انت بتعمل كل اللي عليك ما بتتاخرش في حاجه، بس في نسبه ممكن يكون مصدر الصوص اللي جاي لك مش كويس فجايب لك معاه حاجه وجاي، ممكن يكون عندك مشكله حصل ان عامل ما استحماش كويس، عربيه ما اتنضفتش كويس، ما اتغسلتش كويس وهي داخل، هتعمل لك مشاكل. فهي عباره عن ايه؟ عباره ان انا عندي حجم فيروسات او حجم اوبئه او حجم انفكشن عالي، انا الحجم ده بحاول ان انا اعمل له اكسكلوجن اضغط عليه بالاكسس هيلث مانجمنت، ان انا اعمل اداره كويسه، اداره صحيه كويسه، ان انا اعمل اداره للطائر نفسه على مستوى الصحه بتاعته كويس، ان انا اهيئ له الظروف او اهيئ له الحاجات اللي جوه المزرعه اللي تعيشه كويس، وان انا ابتدي اعمل اداريا بقى وانا بدير المزرعه اعمل اداره صح انها تقلل حجم الانفكشن اللي داخل ده او تعصره لو قدرنا نتكلم باللغه البلدي بتاعتنا، ان احنا نعمل له كونفاينمنت، ان احنا نقلله وان احنا نخليه حاجه صغيره قوي هي تخش للفراخ، بدل ما يخش له 10 مليون فيروس او 10 مليون بكتيريا هيخش له 2 او 3، فبالتالي حجم الانفكشن هيقل. ده معنى ان انا بعمل امن حيوي. طيب ايه اهميه الامن الحيوي؟ لو جينا بصينا هنا دي شركه، الشركه دي اسمها بايومين، شركه بايومين من الشركات المشهوره جدا اللي بتهتم بالامعاء او الادويه بتاعه الامعاء بتاعه الحيوان او بتاعه الطائر. هنلاقي من ضمن الحاجات اللي هي دايما 7 ليفرز اوف جاتلز، احسن 7 حاجات عشان تحافظ على الامعاء بتاعتك، من ضمنها دايما في بايو سكيورتي، فهو عمود من الاعمده. شركه افياجين هي من اكبر الشركات اللي بتنتج صوص على مستوى العالم وامهات على مستوى العالم، وبتدي استصال للناس بتوعها. هنلاقي ان البايو سكيورتي بالنسبه لها هو احد الحاجات المهمه جدا في البيرد ويلفير، ان انت ازاي تعمل امن حيوي جوه المزرعه بتاعتك. فبالتالي الامن الحيوي هو مش مجرد يعني هي عباره عن كلمه او علامه انا بعلقها او بروسيدور او طريقه انا بعملها بطريقه ممكن خاطئه واقول لا انا عندي الشيء كويس. طيب ايه انواع المخاطر اللي احنا ممكن تعمل لنا مشاكل؟ واحنا بنتكلم هنا بالتحديد عن مزارع الدوله. اول حاجه صحة الطائر. والله أنا دلوقتي عامل بايو سكيورتي، والبايو سكيورتي أو عامل أمن حيوي في المزرعة بتاعتي، والأمن الحيوي بتاعي ده مش كويس أو مش على المستوى المطلوب. أبسط حاجة إنفلونزا الطيور الـ H5، إحنا واجهنا في مصر الـ H5 وكانت مهزلة نعلم بها ربنا،
الطيور كانت بتموت في العنابر، الدنيا كانت فعلا وحشه جدا، لان احنا ما كناش مستعدين، او بمعنى صح كانت عنابرنا لسه في الوقت ده في 2005 2006 ما كانتش لسه الدنيا على استعداد كامل انها تتقبل مرض وبائي شديد بهذه الطريقه. ده واحد من الامراض اللي عمل مشاكل كتير قوي. طيب النيوكاسل، مرض النيوكاسل معروف ان النيوكاسل بينتقل عن طريق الهواء، ودايما بيخش الريسبيراتوري او بيخش الجهاز التنفسي وبيبهدله. في الامهات بيقلل لك انتاج البيض، وده مصيبه في حد ذاته عشان انت بتخسر. اوكي، في التسمين بيعمل لك مشاكل تنفسيه وممكن يعمل لك وفيات على مستوى عالي جدا. بالتالي انا لو ما عملتش امن حيوي كويس ان انا اضمن تطهير و و و و, و الى اخره جوه العنبر، انا هعمل مشكله. الالتهاب الشعبي او بنسميه احنا الالتهاب الشعبي الوبائي الاي بي في انفيكتس برونكايتس، احنا بنعمل بايو سكيورتي، بنحاول ان احنا نقفل، بنحاول نعمل امن حيوي للعنبر بتاعنا. على فكره هو فيروس ضعيف جدا، انا لو قدرت فعلا ان انا اعمل بايو سكيورتي واعمل امن حيوي كويس جدا جوه المزرعه مع سوس كويس، مع جدول تحصينات كويس، مع علف كويس، انا هجيب نتيجه رائعه. وده اوريدي احنا شفناه في مزارع كتير جدا وشركات كبيره جدا بتطبقه. طب ده على مستوى الطائر. طب على مستوانا احنا هنرجع تاني السالمونيلا. انا دلوقتي بربي تسمين، اوكي، والتسمين ده انا ما عنديش امن حيوي كويس، فبالتالي المزرعه مضروبه تسمين. اللحمه دي هل انت ك ك ك ك كواحد بيشتري عيال الاطفال لحمه او بيض هيسمح ان يبقى فيها سالمونيلا تعمل لهم مشاكل او تعمل لهم تسمم؟ فده بابليك هيلث، ده مشكله كبيره، فلازم الامن الحيوي بتاعي يبقى جامد عشان السالمونيلا ما تخش. الايفن انفلونزا اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، ايفن انفلونزا مش بس على مستوى الطيور، ايفن انفلونزا ممكن تتنقل للبني ادمين اتش 5، دي لوحدها برضه بابليك هيلث، دي لوحدها مشكله عامه، مشكله مجتمعيه. الزوناتيك ديزيز، الامراض الثانيه اللي ممكن تجي لك. انا من الناس مثلا واحنا شباب لسه صغيرين شغالين بايدينا، فاكرين بقى ان احنا كويسين وشاطرين، ما رضيتش البس جوانتي وبشرح فراخ، واتاري الفراخ فيها مشاكل رينج وورم. قعدت بتعالج من الرينج وورم لمده حوالي شهر، لازم عشان خاطر اطلعها عمليه دي بندر فطري على ايدي كان لازم يطلع. ده زينوتك، ده مشكله لو انا ما قدرتش اعالجه، ولو دخل لغيري او راح لغيري ده هيعمل لي مشكله. طيب ايه الحاجات الثانيه غير الامراض؟ الفلوس. انا كل مليم بخسره جوه المزرعه، او كل فرخ بيموت جوه المزرعه، او كل بيضه بتقل عن المفروض انتجه جوه المزرعه، ده فلوس. انا دافع فلوس في الطير ده، انا باكل الطير ده. 60% او 70% من الفلوس بتاعتنا او الـ او الـ او الـ او الـ المصاريف اللي احنا بنصرفها على الطائر هي علف، انا قاعد عمال اكل فيه وهو ما بيكبرش، او مات مني وهو انا لسه المفروض ان انا هبيع. دي فلوس فاينانشال، دي مشكله مع الامراض. تاني حاجه، انا دلوقتي لما يبقى عندي مشكله في مزرعتي والعمال بتاعي يصابوا بسالمونيلا او يجي لهم مشاكل، مين اللي هيخدم المزرعه بتاعتي؟ طيب اتعرف ان المزرعه بتاعتي فيها سالمونيلا، على مستوى السوق هل المنتج بتاعي هيبيع؟ حتى لو دي مزرعه من ضمن 30 مزرعه عندي، مجرد السمعه بتاعتي هتقع. فدي احد الحاجات الامن الحيوي يقدر يعالجها. طيب احنا اتكلمنا ايه الحاجات المخاطر، طب ايه الكونسيكونس، ايه التبعات بتاعت المشاكل دي؟ مزرعه ما فيهاش امن حيوي كويس، عربيه جايه من بره بتاعت علف، او زائر جاي دخل كان في المزرعه قبلها ودخل وكان جايب معاه انفلونزا، الطيور كلها دخلت لقيتها ميته على الارض، هتعمل ايه؟ 30,000 10,000 طير 5,000 طير 50,000 طير، عندك نسبه وفيات توصل 80-90%، هتعمل ايه؟ دي كلها فلوس يا جماعه. طيب نفرض ما فيش مورتاليتي، ما فيش وفيات، لا ده الطير نفسه ما بقاش يستجيب، دي مشكله. تاني حاجه زي ما قلنا بوليتيكال مجتمعي، انا عندي مشكله سالمونيلا، اتعرف ان انا عندي مشكله سالمونيلا، دي بالنسبه لي انا في السوق انا كشركه دواجن بتقتلني بتذبحني، لان انا الناس كلها بتتكلم شركه فلان عنده سالمونيلا، شركه فلان عنده انفلونزا، شركه فلان، دي احنا بالنسبه لنا بالذات الحاجات اللي هي بتسبب تسمم غذائي دي مشكله بالنسبه لنا. طيب ما احنا زي ما قلنا ما موتتش الفراخ الموربيديتي اند كيس برودكشن، ما موتتهمش بس راح تهزاهم زي الاي بي مثلا، بيخش يهز شويه يشل شويه ويمشي. بس هل بقيه الفراخ اللي موجوده ممكن لو هي اصيبت، لو هي اصيبت وخلاص عدت، هل هي ممكن تبقى زي الاول؟ طيب الاي بي دخل، هل الاي بي بيخش لوحده؟ لا ده بيجيب معاه حاجات ثانيه وهو داخل.
او ان حاجات تانية بتكون موجودة، مجرد ان المناعة تقع هو بيخش، فانت مش هيبقى عندك، هي دايما كومبليكيتد، احنا بنسميها امراض مع بعض، بتخش مع بعض ما بيخشش لوحده، حتى لو دخل لوحده هيهز لي الفراخ، هيعمل لي مشكلة. طيب زي ما قلنا الناس اللي عندي شغالين في المزرعة لو جالهم اي حاجة، تعبوا ما قدروش ان هم يتحركوا، ما قدروش ان هم يشتغلوا، مين هيجمع البيض، مين هيشوف الفراخ، مين هيراعيها. بعد حاجه، بعد كده البوليسز نفسها اللي بتهلب البيزنس او بتساعد البيزنس، الناس بتتكلم كتير، احنا كشعوب عربيه بنحب نتكلم كتير مع بعض، تمام. اصلا انا جبت فرخه وانا بفتحها لقيت ريحتها وحشه، رميتها، بتاعت مين؟ بتاعت شركه فلان. هو ما بيتكلمش، هو بينقل الكلام، هو ما يعرفش هو بيعمل ايه. وفي الاخر خالص هو ممكن يكون مثلا هو ما غسلش الفرخه كويس، او في كان في مشكله في المجزر، كل ده امن حاجه، اذا ما كنتش حافظ عليه كويس مش هعرف اقول. طيب احنا جبنا العنبر، عملنا البايو سيكيورتي بلان بتاعنا، بس في مخاطر. ايه المخاطر اللي احنا كنا بنتكلم عليها في عنابر الدواجن او في الاماكن بتاعت الدواجن؟ الميه اللي انا بستخدمها جوه العنابر، ممكن الميه اللي انا بستخدمها جوه العنابر تكون ملوثه. طب هتكون ملوثه ازاي؟ النبل اللي هي الخطوط بتاعت الميه المفروض ان هو بيتنضف كل فتره، ولازم تتنضف كويس، تمام، عشان ما تعملش حاجه اسمها البايوفيلم. البايوفيلم ده بيلزق شويه شويه، بيبتدي يتكسر شويه شويه، يبتدي يطلع، تبتدي الفراخ تشرب، ممكن يعمل لنا بقى اي كولاي، ممكن يعمل لنا مشاكل تانية كتير جوه الفراخ. تنظيف العنبر وتطهيره، مش كل الامراض الفيروسيه او البكتيريه بتموت جوه العنبر. مرض زي الجمبورو هو مرض عنيف، مرض بريزل، اقعد طهر في العنبر لغايه بكره الصبح، لازم هيفضل عندك شويه سترينز صغيرين، ويعني انت تبقى كويس قوي كمان لو الاسترين اللي فاضل ده هو بتاع التحصين اللي انت بتحصنه، يبقى انت كده نوعا ما ايه الدنيا معاك ماشيه كويس. اما انت لو عندك في استرينات تانية او عندك عترات تانية زي ما بنقول عليها موجوده غير عتره التحصين جوه العنبر، دي ممكن تعمل لك مشكله. الاعلاف، احنا في ناس، قصه صغيره، كنت رحت زرت عنبر من العنابر، بيقول لي انا عندي الاوزان مش كويسه، الدنيا مش مظبوطه، شوف لي الدنيا فيها ايه. دخلت العنبر، هو الامس الحي بتاعه مش حلو قوي، بعدين ببص على العلف فلقيت فيه علف ناعم مع علف خشن، ومعظمه ناعم مش خشن، اللي قدام الفراخ، والفراخ دي المفروض انها تبتدي تاكل علف خشن. فبساله ايه ده؟ قال لي اصل حضرتك احنا كان عندنا شويه علف قديم من الدوره اللي قبل اللي فاتت، قلنا نحطها للفراخ عشان نخلصها. سموم فطريه، في عين ايه احنا ما بنهتمش بيها. الكولينج باد او اللي هي بنسميها الخلايا بتاعت التهويه، احنا عشان في منطقه عربيه، المنطقه العربيه بتبقى حر جامد، فاحنا بنضطر نشغل الكولينج باد بتاعتنا او خلايا التهويه بان احنا بينزل عليها ميه، في نفس الوقت بنشغل المروحه بتاعتنا بحيث ان احنا نقدر نبرد العنبر بتاعنا عشان درجات الحراره العاليه. الكولينج باد دي يا جماعه ليها عمر افتراضي، يعني لما تروح مثلا شركه او تروح عنابر وتلاقي مثلا الكولينج باد ده بقاله 10 سنين ما اتغيرش، دي يعني مهزله المهزله. شوف تخيل بقى كميه الامراض وكميه البكتيريا وكميه المصايب اللي موجوده جواه. الكولينج باد على الاقل لو انت مش هتقدر تغيره كل دوره، على الاقل دوره ودوره بس، حاول ان انت الكولينج باد بتاعك دايما يبقى جديد، دايما يبقى نظيف، استخدم مطهرات، استخدم الحاجات اللي تقدر تطهره بيها. الديد بنز دي اللي هي الحاجات اللي انا بتخلص منها من النافق. مهزله المهازل، يروح لامم النافق كله، حافر حفره ورا العنابر ورا، يروح حاطط فيها النافق وحرقهم او دفنهم. ما ينفعش. المكان اللي بيتعمل فيه النافق المفروض يبقى بعيد عن العنابر، اللي هو بتخلص منه من النافق المفروض ان هو يكون بعيد عن العنابر. النافق يتحرق كويس جوه اجهزه متخصصه في حرق النافق، مش حاجات انها تبهدلني، تمام، وانها تخليه زي الرماد وزي الفحم عشان ما تجيش الكلاب او القطط اللي المفروض ما تكونش موجوده جوه العنبر وتشد الحاجات دي بره وتعمل لي مشاكل. عربيات النقل، وما ادراك ما عربيات النقل. شركه العلف انا اتفقت معاها، لو انا بشتري علف من بره شركه او بجيب علف بالشكاير، اتفقت مع عربيه العلف انها تجيب لي العلف النهارده. دخل وهو داخل من على البوابه، اصله في علف ورا مش هينفع يترش، وحاطط بلاستيك، رش العربيه ورش كاوتشات، خش يا عم فضي في المخزن اللي جوه المزرعه ده. دخل، هل العربيه اتطهرت كويس؟
ودي هنتكلم فيها كتير، لان انا بالذات العربيات انا شايف التطهير اللي احنا بنعمله مش التطهير الكفايه ان احنا نطهر بيه عربيه. بالعكس، انا لو خليت المخزن بتاعي بره المزرعه وعربيه جوه المزرعه هي اللي بتخش تاخد من المخزن بره من على الباب وترجع، احسن لي 100 مره من انا ادخل عربيه العرب جوه. القوارض، فئران، قطط، كلاب، طيور بريه، حدث ولا حرج. تخش ساعات تلاقي براس ماشيه في العنبر، ماشيه على العنبر من بره، كل ده المفروض ما يكونش موجود، ولازم اعمل له المكافحه بتاعته الصح عشان خاطر اخلص منه. البني ادمين، وما ادراك ما البني ادمين. البني ادمين في مشكله، احنا عندنا مشكله كبيره قوي. احنا ممكن نعمل سيستم حلو قوي بس نيجي نطبقه ما نطبقوش صح، وده فعلا يعني حصل قدامي، وحصل قدامي كويس. ان تبص تلاقي مثلا العامل وهو داخل الصبح يخش يغير هدومه وفاهم، ويلبس هدوم تانيه، والجزمه هي مكان الجزمه جنبها، يعني الجزمه اللي بيغيرها هي نفس الجزمه جنب الجزمه اللي جايه بيها في نفس المنطقه، وياخد بعضه يخش العمل. طب ما انت غيرت، مش قادر ان انت تعمل له بنش او تعمل له حاجه ينط عليها بحيث ان هو يغير هدومه. يجي له فيزيتور، عم الدكتور علي بره، طب خليه يخش، خليه يتفضل، خليه يتفضل. طب ما يا باشا الامن الحيوي، يا عم رشه بشويه مطهر وبتاع ودخله، مش هيحصل حاجه. بيحصل على فكره، مش ما بيحصلش، وشفناه بعينينا. بعد كده الطيور اللي داخله لك، مصدر الطيور ايه؟ امهاتها مصدرها ايه؟ كان عندها ايه؟ الحجم، الحجم الصوصان او الكتاكيت اللي جايه جدالك دي عامله ازاي؟ الصوص نفسه حلو ولا لا؟ في مشاكل ولا لا؟ هل في سرده؟ هل في السرده انا نازله شفتها اجمعها كلها في حته وعلى طول افرزها، ما اخليهاش جوه العنبر عشان خاطر ما تعمليش مشاكل. كل دي مشاكل، كل دي مخاطر بالنسبه لي، ولازم اخلي بالي منها. طيب ازاي بيتنقل؟ احنا عندنا هنا اربع مزارع، فارم 1، فارم 2، فارم 3، فارم 4. الاربع مزارع ممكن عن طريق النقل، ممكن عن طريق البيردز، بعض الناس ويمكن دول اكتر ممكن هنلاقيهم اكتر في الجماعه بتوع البياض، ان هو المفروض ان عنده فتره تربيه وبعدين فتره الانتاج، فهو بينقل من التربيه للانتاج من مزرعه لمزرعه. ممكن في الحته دي يحصل مشكله. بعض الناس تانية في المزرعه نفسها في العنابر ساعات بيكمل عنابر من بعض، ممكن تعمل مشكله. بعض الاحيان في جوه المزرعه نفسها بيتنقل العامل من عنبر بيتنقل لعنبر سليم، فبيعمل لي مشكله. بعض الاحيان وهم بياخدوا بيجمعوا النافل بيعمل لي مشكله. كل ده مشاكل بالنسبه لنا. طيب من مزرعه لمزرعه تانية، او من مزرعه تانية جنبي، مزرعه انا دلوقتي مزرعتين جنب بعض، واحده خلصت خلاص والتانية لسه شغاله، تمام؟ ففي مفروض ان هو بيشيل بيحمل البراز بتاع الطيور او الليتر بتاع الطيور، المفروض ان هو بيحمله بيشيله من المزرعه عشان يبتدي ان هو يطهر وينظف، تمام، ويمشي يطلعه بره المزرعه اذا كانوا بيخرجوه. احنا عندنا عاده بنشيله بره، ممكن بيقعد عليه شويه. العربيات اللي طالعه والحاجات دي كلها عماله تنزل لي خير وهو معدي على المزرعه الثانيه اللي شغاله لسه. ده خير على فكره. الحاجه الثانيه البني ادمين، اللبس، البوتس، الهاند. طيب ده كله هيعمل ايه؟ هيعمل لي مشكله. الورقه دي على فكره جايه من USDA، جايه من امريكا، بتتكلم على ازاي بيحصل سبريد. هنا الافما او الامريكان فيترينري اسوسيشن او جمعيه البيطريين في امريكا عامله سي دي جميل قوي، بيتكلم عن البايوسكيورتي، بيتكلم عن الامن الحيوي بطريقه جميله قوي. فهو عامل بيقول لك حاجه اسمها ذا تشين اوف انفكشن، سلسله المرض او سلسله التعرض للمرض. اول حاجه الانفكشوس ايجنتس، مين اللي داخل عندي؟ مين اللي داخل عندي المزرعه؟ طبيعته ايه؟ نوع الفيروس اللي داخل ده ايه؟ ولا نوع البكتيريا اللي داخله دي ايه؟ يا جماعه انا لما ادرس، احنا اوريدي بنتكلم اصلا عندي اي بي، طب ايه هو الاي بي؟ شكله ايه؟ المطهرات بتعمل فيه ايه؟ هل هو فيروس ضعيف ممكن يتطهر ولا لا؟ هل هو فيروس صعب تطهيره ولا لا؟ الكيرف بتاعه بيمشي ازاي جوه الطيور؟ هل هو لوحده بيسبب وفيات ولا بيسبب؟ لازم افهم طبيعه الفيروس او البكتيريا او الميكروب اللي هيصيب لي الفراخ ده، هو بيتعامل ازاي. انا لو قدرت اعرف ايه نقط الضعف بتاعته، ايه نقط القوه بتاعته، انا هقدر فعلا اسيطر عليه واعمل له امن حيوي صح. طيب الفيروس ده بيخش جوه الطير،
اللي هو الديزيز ريزرفوار او بلاش جوه الطير، مين بينقله من الحيوانات اللي بره المزرعه لو في حيوانات بره المزرعه، بس هنتكلم ان هو بيخش جوه الطير. بيخش فين؟ بيروح فين؟ هل هو مرض تنفسي؟ هل هو زي الجمبورو مرض بيروح البرسه؟ ولا هل هو مرض بيروح الكلى؟ ولا هل هو لازم افهم طبيعه المرض واعرف بيروح فين؟ طيب بيخرج ازاي؟ بيخرج عن طريق الهواء؟ عن طريق التنفس؟ ولا بيخرج عن طريق البراز اللي هو بنسميه الشيدنج او اللي هو بيطلع في البراز بتاع الطير زي الانفلونزا؟ تمام؟ لازم اعرف البورتال اوف اكزيت بيخرج ازاي؟ طيب بيتنقل ازاي؟ بيتنقل عن طريق الهواء؟ بيتنقل عن طريق الليتر؟ عن طريق الفرشه؟ بيتنقل؟ لازم ابقى فاهم طريقته هو بيتنقل عندي جوه ازاي؟ طيب بعد ما يتنقل هيخش الطير التاني ازاي؟ وممكن الفرخه هو بينزل على الفرشه، فتقولي طب هو ازاي هيجي للفرخه؟ الفرخه هتنقر في الفرشه. بسيطه، هتبص اللي خد حاجه من الفرشه دخلت التاني، دخلت راح للمكان بتاعه عمل مشاكل، الجمبور ومن الحاجات اللي بتعمل كده، الانفلونزا من الحاجات اللي بتعمل كده. طيب مين الطير التاني اللي ممكن يصيب؟ زي الطيور المهاجره. يعني انت بعض الاحيان في مناطق انت بقى في عندك طيور مهاجره جايه لك من بره، وهي جايبه بقى معاها ما شاء الله جايبه انفلونزا وجايبه كوليرا وجايبه، هو مين السسبتبل هوست او مين الطير اللي ممكن ينقله له وممكن ينقله لي ازاي؟ طيب احنا كده عرفنا ايه ازاي المرض ممكن يجي لي. طب ايه هو الانفكشن بريشر او ايه هو الضغط الوبائي او الحمل الوبائي زي ما احنا بنقول، وبيجي لي ازاي وبيعتمد على ايه؟ اول حاجه الريجنال دينستي، تبص تلاقي مزرعه دواجن جنبها بتاعت محمد، مزرعه دواجن علي جنبها، مزرعه دواجن محمود جنبها، تبص تلاقي 10 15 مزرعه في منطقه واحده. طب ما تفردوا، الارض صحراء حلوه واسعه، افرد ليه جاي تلزق في اللي جنبك كمنطقه؟ نفس الوقت جوه المزرعه نفسها العنبر والعنبر تبص تلاقي ما بينهم 5 متر 10 متر، يا عم ما احنا هنعمل ايه؟ احنا غصب عننا، او عنابر فوق بعض. ايه يا جماعه في ايه؟ طيب جوه المزرعه نفسها جوه العنب العنبر بيشيل 50,000، لا يا عم حط فيه 60، من هو ال 10 دول هيعملوا حاجه؟ يعني ايه هو ال 10 دول هيعملوا حاجه؟ احنا عاده دلوقتي بنقول من 19 طير لغايه حوالي 22 طير في المتر المربع، ما تكترش عن كده. ليه؟ لان انت كل ما بتزود العدد كل ما الطيور دي هتبقى بتتنفس جنب بعض لازقه في بعض عماله تشم من بعض، واحد يوم ما واحد هيصابها تبص تلاقي الباقي كله اصيب. ليه ربنا موسع عليك، وسعها على نفسك، ما تطمعش، الطمع هيعمل لك مشاكل، الطمع هيعمل لك مشاكل. الطيور كل ما بتبقى جنب بعض وكل ما بتتقل في الوزن كل ما الحراره اللي بتطلع منها اكتر كل ما المشاكل التنفسيه اللي عندك في المزرعه هتبقى اكتر. وسع على نفسك. بور مانجمنت، تخش العنبر، انا من الناس اللي بحب اتمشى في وسط العنبر وانزل على مستوى الطير، بحس باللي بيحس بيه الطير، اشم الامونيا عشان احس اشوف الامونيا موجوده ولا لا، درجه الحراره اللي موجوده على راس الطير مش فوق. يعني تخش يقول لك جوه العنبر يقول لك درجه الحراره 37، تنزل على راس الطير تلاقيها بس 38 وشويه، او يقول لك 36 تنزل تحت 38، او 27 مثلا وتنزل تحت يقول لك بص تلاقي حاجه 32. لازم احس بالطير. تخش يقول لك ما فيش امونيا يا دكتور، شفت الهواء زي الفل وبتاع، مجرد تمشي لغايه نص العنبر لو قدرت تقف 10 دقيقه على بعض، تقف دقيقة واحدة بس، لا يمكن، هترجع على طول من ريحة الأمونيا اللي موجودة جوه العنبر هتتخن. ده مانجمنت، ده إدارة مزرعة. العلف، العلف اللي أنا بجيبه، إمتى هشيل العلف وإمتى هحط العلف، إمتى هحط البادي وإمتى هحط النيه، الإضاءة، المية، من النوادر اللي كانت حصلت مزرعة بياض الراجل بيشتكي إن الإنتاج بتاعه في الإنتاج الإنتاج بتاعه نزل وقع مرة واحدة. طب يا عم في ايه؟ ندور في امراض؟ مفيش ندور بتاع، هي كل اللي شايفينه مشاكل كلى. طيب عايزين حد يروح يزور العنبر، رحنا راح حد من عندنا زار العنبر، بيتمشى جوه العنبر بيخبط ايده في النبل بس لقى خط اوله فيه ميه واخره ما فيهوش، الفرخ ما بتشربش. ده مانجمنت، ده اداره مزرعه. اول ان اول اوت، دخل العنبره كلها مره واحده، خرجها كلها مره واحده. انا يعني ببقى بص الاقي واحد عنده مثلا 6 عنابر جايب من كل عنبر. الو انا سامعينك يا اسامه، كمل. الصوت شغال؟ اوكي.
شغال. واحد عنده مثلا 6 عنابر جايب من كل عنبر حاجه. بص تلاقي عنبر جايبه من فقاسه محمود، وعنبر جايبه من فقاسه علي، وعنبر نصه من فقاسه علي ونصه من فقاسه او تبص تلاقي مثلا يدخل عنبرين ويستنى 4 ايام، وبعدين يدخل عنبرين ويستنى 4 ايام، وبعدين يدخل عنبرين. العمر اللي ما بينهم الكبير ده انت هتحصن امتى حي وهتحصن امتى ميه شرب؟ ده بهدله. المالتي ايج برودكشن ده بهدله وبيعمل مشاكل بالهبل. اذر سبيشيز، تخش المزرعه تتمشى جوه المزرعه جنب العنابر، تبص تلاقي طيور بريه واقفه جنب العنبر، حمام واقف جنب العنبر، عصافير، كلاب ماشيه جوه العنابر جايه. ده في كلاب وقطط ساعات بنلاقيها جوه العنابر بيتمشى البيه ويصطاد له فرخه ولا حاجه ياخدها معاه وهو خارج. فيران، كل دي مشاكل. كونكرنت ديزيز، خش طهر العنبر. انت طهرت يا باشا؟ طهرت يا باشا زي الفل، زي الفل يا باشا، مفيش اي مشاكل خالص. والدوره اللي بعدها وتروح جاي، بص تلاقي نفسك جالك جمبورو. ايه ده؟ الحق جالنا جمبورو، ايه المشكله؟ ما انت تطهيرك ما كانش حلو، انت ما طهرتش كويس، هيجي لك تاني، لازم هيجي لك، ما هو قاعد جوه العنبر مستنيك. وحتى لما تطهر كويس، هو مرض بتاع عنبر، فانت لازم تطهر كويس قوي، تمام؟ واه هو موجود، العتره موجوده، بس لازم تبقى العتره بتاعت التحصين بتاعتك اللي انت بتحصنها على طول، عشان خاطر تفضل جوه العنبر ما تخرجش منها، ما يخشلكش عترات تانيه شديدة الوبائيه تبهدلك. ليميتد داون تايم، الراجل خلص عنبره زي الفل، تمام؟ بص بقى يا باشمهندس، انا عايزك في خلال 4 ايام العنبر ده يكون متطهر عشان في دفعه جايه لك. ايه يا عم في ايه؟ هو احنا بنسلق بيض؟ انت محتاج تشيل السبله، وبعد ما تشيل السبله تطهر، وتحرق وتشيل، تعمل سكراتش للارض وتطهر كويس بميه، وبعدين تطهر تاني بمستحضر يكون زي الصابون، وبعدين تطهر تاني بمستحضر تاني بمطهر. في ايه؟ لا يا عم احنا اصل احنا ما عندناش وقت، احنا عايزين نشتغل، الدنيا بايظه ودلوقتي السوق حلو لازم نلحق. لا يا عم انت على فكره انت بتخسر، انت ما بتكسبش. بور سانيتيشن، التطهير والتنظيف. بعد العملاء تقول له انت طهرت؟ يقول لك انا طهرت. تمام يعني زي الفل؟ اه زي الفل. طيب ماشي يا باشا، احنا هناخد شويه مساحات بقى. بعد ما طهرت ناخد المساحات، وتبص تلاقي بكتيريا وفنجس فطريات وبكتيريا وبهدله. و طهرت ايه يا عم؟ وانت طهرت ايه؟ اصل انا شاري المنتج دوت من شركه تحت السلم رخيصه، اصل دكتور فحلو على قدنا. طب ما هو تحت السلم، هو مش هيعمل معاك حاجه. نقي منتج كويس، التخفيفات بتاعته كويس، طهر كويس، رش كويس، نظف كويس، هات بمبات كويس، هات المكن بتاع الرش وبتاع التطهير ده كويس، ما تسترخصش. على فكره انا لما جيت اشتغلت في الدواجن كشغل شغل، في واحد قال لي كلمه حلوه قوي، راجل اجنبي، قال لي بص يا اسامه انت لازم تصرف كويس عشان خاطر تاخد كويس، هات لك مكنه كويسه ومحترمه عشان خاطر المكنه دي هتعمل لك تطهير كويس، فبالتالي هتاخد نتائج كويسه. فدي مهمه قوي يا جماعه، نحاول نعلم الناس ما يسترخصش، هات الحاجه في السعر المعقول بس بجوده كويسه. طيب احنا كده اتكلمنا عن المشاكل اللي تكون موجوده. طيب ازاي، ايه البرنسبل، ايه الاساسيات بتاعه عنابر الدواجن، او ايه الاساسيات بتاعه الامن الحيوي بمعنى اصح؟ اول حاجه الريسبونسبيلتيز، المسؤوليات جوه المزرعه، مين مسؤوليته ايه، مين هيعمل ايه، من اول اصغر عامل في المزرعه لغايه انا اسف مدير المشروع، كل واحد لازم يكون عنده جوب ديسكريبشن واضحه، عنده كده ايه اللي المفروض يعمله، لسته تكون موجوده عنده. انت مسؤول عن التحصينات ومتابعتها، انت مسؤول عن التطهير بتاع العنابر ومتابعتها، انت المسؤول عن الصيانه قدامي. كل واحد لازم يكون عارف هو لازم يعمل ايه بالظبط، وهيعمله ازاي، وهيطبقه ازاي، حتى في الامن الحيوي. طيب تاني حاجه التدريب، انا ازاي هقول لواحد انت المفروض تعمل 1 2 3 4 5 ومش هدربه؟ لا انا لازم ادربه كويس، لازم اعلمه كويس، لازم افهمه ايه اللي هو بيعمله، بيعمله ليه،
اسامه تمام يا دكتور اسامه. الو ايوه يا فندم معلش هو قطع. الو تمام كده يا دكتور اسامه كده احسن. طيب نفس السلايد ولا نفس السلايد دوت ولا هو فصل من 3 دقايق كده؟ اوكي يعني فصل من اللي قبله من دوت. تمام اتفضل. صح كده. فالتمطير طريقه لا اعمل شير تاني يا دكتور اعمل شير برزنتيشن تاني لان لا لا الشير لما النت فصل راح. اوكي دي اوكي كده كويس. الو تمام كده يا دكتور اسامه كده تمام. تمام كده اوكي. هنرجع تاني اساسيات الامن الحيوي. اول حاجه ريسبونسبيلتيز او مسؤوليات كل واحد مسؤوليته ايه في النظام اللي انا هعمله، كل واحد ايه اللي هو بيعمله من اصغر عامل جوه المزرعه لغايه اكبر عامل جوه المزرعه، لازم كله لغايه مدير انا اسف المشروع لازم كل واحد يبقى عارف مسؤولياته ايه بالظبط ومتحدده بالنسبه له وفاهم هو بيعملها ازاي. اوكي الو الو ايوه سامعينك يا اسامه كمل. الصوت اوكي. طيب تاني حاجه تريننج. انا هو فعلا بيعملوا حاجه عكس اللي هم عملوها. طيب ما هو العامل فعلا لو ما اتدربش كويس او اتعامل كويس او عرف هو ليه بيعمل كده وعرف ايه المخاطر وايه المشاكل اللي هتبقى عنده هيعمل لي انا مشكله. يا جماعه لازم واحنا بندرب العمال نقول لهم بيعملوا ايه وليه وهيعملوا ازاي. اما طول ما انا بقول له لا اعمل ديت واعملها زي ما انا بقول لك لا يمكن هتنفع. تالت حاجه ان انا لازم المشاريع بتاعتي تكون في اماكن بعيده عن المشاريع التانيه اللي جنبها، احاول على قد ما اقدر يا جماعه لما اكون بلاقي مشروع ابعده عن المشاريع اللي حواليه، ما اجيش في وسط الزحمه وفي وسط الدوشه وفي وسط المنطقه المبيئيه واروح عامل مشروع. رابع حاجه لازم دايما في عندي حاجه اسمها لاين اوف سيبريشن، احاول ابعد دايما البشر عن الطيور. دايما احدد الناس اللي بتخش جوه العنبر. هو واحد مسؤول عن العنبر دوت او واحد مسؤول عن عنبرين، هو ما فيش غيره، ما يجيش زميله يخش معاه، ما يروحش يقعد بره بره المزرعه يسهر ويرجع لي بالليل، هيعمل لي مشكله. حاجه اسمها البريميتر بافر اريا، البريميتر بافر اريا او المنطقه اللي هي بنعتبرها الزون اللي المفروض العامل والطيور يتحركوا جواها ما يخرجش عنها، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل شويه بعد كده. البرسونيل العمال اللي داخلين مين داخل ومين خارج؟ مين ليه ان هو يخش جوه العنابر ومين اللي المفروض يفضل في المكتب؟ مين المسؤول عن الاداره ومين المسؤول عن المزارع؟ لازم اكون ده بالنسبه لي محدده كويس كاشخاص. طيور لازم ابعد الطيور المهاجره، لازم ابعد القوارض، لازم ابعد كل ده. الاكويبمنت والفيهكل او العربيات والمعدات اللي انا بستخدمها. ما ينفعش ان انا استلف من واحد جنبي مثلا شويه سقايات عشان السقايات اللي عندي مقصره. حتى لو انا هطهرها وانضفها خلينا نتكلم بالعقل يا جماعه. ما ينفعش ان انا اروح استلف منه شويه تولز عشان خاطر اشتغل بيها في المزرعه. ما ينفعش اجيب الكهربائي اللي في المزرعه اللي جنبي يجي يصلح المزرعه بتاعتي. لازم اخلي بالي التولز اللي فيه حتى لو هو اتطهر وتعقم التولز ما تعقمتش ما اتنضفتش. التخلص من النافق زي ما قلنا في ناس بتحرق النافق جنب المزرعه او بيرميها في الزباله. طب ما الكلاب والقطط هيجوا ياخدوها ويتمشوا بيها هيعمل لي مشكله. التخلص من الفرشه بتاعت المزرعه هتخلص منها فين
وازاي وهتتعالج ازاي، مش هحطها على شويه عربيه نص نقل وما غطيش العربيه وخليها ماشيه في الشوارع وماشيه في الطرق حوالين المزارع اللي جنبي وتبهدل لي الدنيا. دي مشكله على فكره، لازم نعرف ازاي نتعامل مع النافق بتاعنا، لازم نعرف نتعامل ازاي مع الفرشه بتاعتنا، ازاي نعالجها، ازاي نستفيد منها. الواحد بره لما ابتدى يطلع من مصر ابتدى يشوف الناس بره بتتعامل ازاي مع كل حاجه جوه المزرعه، بيحاول يستفيد منها ويطلع منها فلوس. كل حاجه بيحاول على قد ما يقدر ان هو يستغل كل حاجه موجوده في المزرعه، منها الفرشه. عملوا مصانع اسمده، ابتدوا يعملوا اسمده عضويه عشان قدر يبتدوا ان هم يوزعوها. عملوا حاجات كتيره جدا. احنا ليه ما نقدرش ان احنا نشوف نقدر ازاي نعمل ريسايكل، نعيد تصنيع؟ ده مهم جدا بالنسبه لنا، وحاجات مفيده جدا للبيئه وهتنفعنا بدل ما احنا بتعمل لنا مشاكل. في بعض الناس على فكره بياخدوا الفرشه وبيشتغلوا بيها على طول في الاراضي الزراعيه، طب ما دي فيها بلاوي، فيها امراض وفيها بكتيريا، والتخلص من الفرشه ده مهم قوي. طيب الريبليسمنت بولتري زي ما قلنا، الوقت اللي ما بين المزارع انا هعمله 4 ايام ولا هعمله 15 يوم؟ اطهر واعقم وانضف واخد وقتي والى اخره. الميه داخله عندي المزرعه دي نوعها ايه وشكلها ايه ونسبه الاملاح فيها ايه والمايكروبيولوجي بتاعها، او لما اخدت منها مساحات طلعت لي ايه. كل ده مهم يا جماعه، كل ده جزء من اجزاء الامن الحيوي، هو وقايه. انا بحاول ان انا اعمل وقايه على قد ما اقدر. الخطوط بتاعت الميه بتاعتي بتتنضف ازاي؟ المعالف بتاعتي بتتنضف ازاي؟ السقايات بتاعتي بتتنضف ازاي؟ هل انا فعلا بشيل البايوفيلم وبجيب مستحضرات تشيل البايوفيلم عشان ما تعمليش مشاكل في الدوره اللي بعدها ولا لا؟ مش مجرد شويه ميه وشويه مجوهرات انا برشها. اوكي؟ الفيد والريبليسمنت بتاع اللتر، ان انت بتغير الفرشه بتاعتك. في ناس ممكن يقعد على الفرشه، طب الفرشه ممكن تكون مبلوله ومبهدله وعامله لك مشاكل، هتعمل ايه؟ العلف بعض الاحيان الناس بتستخسر، يقول لك لا اصل العلف ده بتاع الدوره اللي قبلها. طب هو العلف ده متخزن عندك بقاله قد ايه اساسا؟ لازم تخلي بالك من الحاجات الصغيره دي. الحاجه اللي احنا ما بنحبهاش في مصر، او الحاجتين اللي احنا ما بنحبهمش في مصر، التقارير والتدقيق او اللي احنا بنسميه الاوديت. ودول يعتبروا اهم حاجه موجوده في الشغل بتاعنا. يا جماعه بدون تقارير مكتوبه يوميه ان لم تكن كل ساعه وكل دقيقه، عمرك ما هتعرف مشاكلك فين واخطائك فين، والناس لما تيجي الدوره بتاعتك تتضرب لا يمكن هتعرف الدنيا ماشيه ازاي. لازم تكتب كل حاجه، كل حاجه، كل صغيره وكبيره. درجات الحراره بتاعت التحصين، درجات الحراره بتاعت الميه، درجات الرطوبه، كل حاجه. العلف استهلكه علف قد ايه النهارده؟ ايه اللي موجود في المعالف بتاعتك؟ اعمل لنفسك تقارير لكل حاجه، علم الناس بتوعك يعملوا تقارير لكل حاجه. قد ايه وفيات؟ قد ايه مشاكل؟ الاوزان قد ايه؟ معدل التحويل قد ايه؟ كل دي داتا انت ممكن تعمل منها ذهب بعد كده. ممكن تشتغل بيها تتوقع اللي هيجي لك الموسم دوت، لان انت الموسم اللي فات كنت كاتب التقارير. بعد كده التدقيق او احنا بنسميه الاوديت سيستم. طبعا احنا معظمنا ما بيعملش اوديت سيستم، واذا عملوا يا عم بيعملوا اكتب بس درجات الحراره وحطها كده في دفتر وخليها جنب الثلاجه وخلاص كده زي الفل. ده لو عمل اوديت سيستم. لا، الاوديت سيستم ده حاجه كبيره قوي على فكره، مش حاجه صغيره. واحد جاي لي يزور المزرعه يبعت لي ايميل يقول لي انا جاي ازور المزرعه، اقول له قبلها ب 10 ايام ما تجيش، ما تزورش مزارع ثانيه، او قبلها باسبوع ما تزورش مزارع ثانيه. طيب وانت جاي، انا في مزارع التسميم مثلا، وانت جاي لي، طب انت كنت في اخر مزرعه امتى؟ اسمك ايه؟ رقم تليفونك ايه؟ تمام؟ شغال في شركه ايه؟ او شغال عند مين؟ رقم العربيه اللي انت راكبها بره إيه؟ بص خد الداتا اللي تقدر تاخدها منه. اخر مره زرت مزارع امتى؟ بعض المزارع بتاعت الجدود والحاجات دي، بعض يعني مزارع الجدود كمان بالذات يقول لك لا 15 يوم ان لم يكن اكتر ما تخشش مزارع، وتجيب لي تقرير ان انت خالي من السالمونيلا، وتجيب لي تقرير مش عارف ان انت خالي من ايه عشان ارضى اخليك تخش عندي. وانت بتخش بتستحمى 4 5 مرات، ده اقل وجه. وكل حاجه بتتكتب، انت دخلت الساعه كام، خرجت الساعه كام، زرت العنبر ده الساعه كام، كل حاجه بتدون. لازم تدون كل حاجه. وبعد ما تدون تبتدي تشوف، والله انت دلوقتي بتعمل تقرير بالتدقيق بتقول والله الراجل النهارده درجه حراره العنبر كانت كذا. تشيك صح 35، لا ده هي لا المفروض ما تبقاش 35، المفروض تبقى 27، لا ده في حاجه غلط. تشيك 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 بوينت، تشيك ليست. لازم يبقى عندك اوديت، لازم يبقى عندك اوديت سيستم عشان خاطر تقدر تعرف العمال دي شغاله صح ولا لا، الناس اللي عندك جوه العنبر دي شغالين صح ولا لا، الناس
العارف دول وهم شغالين صح ولا لا. تشيك ليست، ودايما احنا بنرجع للتشيك ليست لما بيحصل مشكله جوه المزارع بالذات في الشركات الكبيره اللي احنا بنتعامل معاها، بنقول له فين الريبورتات بتاعتك وفين التشيك ليست، لان انا من خلال التشيك ليست حتى في الفئات جوه الفئات احنا بنعمل تشيك ليست، الفاكسينيشن بنعمل تشيك ليست، عشان نقدر لما يحصل مشكله نرجع للورق ده ونربط كل الداتا دي تاني مع بعض. طيب زي ما قلنا هو كله بيتكلم عن المخاطر. دي كانديان بايو سيفتي جايدلاينز. كانديان بايو سيفتي دي عباره عن مجموعه او منظمه موجوده في كندا، دول بيقول لك ايه الجايدلاينز اللي انت ممكن تعملها عشان خاطر يبقى في عندك سيفتي. فقال لك ان دايما الريسك توليرنس، حاجه اسمها الريسك توليرنس ثريشولد او اللي هو الحد بتاع المخاطر، انت بتشوف الليفل بتاع الريسك ازاي. الميديم ده الثريشولد بتاعك، ده التوليرنس بتاعك اللي انت تقدر تستحمله. طب الريسك ده لو اعلى من التوليرنس بتاعك انت في كده عندك مشكله، لازم تبتدي تشوف هتتعامل ازاي مع الريسك ده او مع المخاطر دي. لو هو قال لا خلاص انا ممكن ايه ابتدي اتعامل معاه بطريقه احسن، انهي اسرع، الريسك بتاعي فين، ادي ريسك واحد الاي انفكشن برونكايتس، ريسك اثنين العربيات اللي على البوابه، ريسك ثلاثه العمال وتغيير هدومهم، ريسك اربعه، وابتدي اشوف انا فين من التولرنس بتاعي او الثريشولد بتاعي، انا فوقه ولا تحته. عشان كده الاوديت سيستم احنا قلنا عليه. طيب هنتكلم النهارده عن نقطتين مهمين قوي. الناس اللي بيزوروا المزارع، انا دايما مختلف مع الناس ما بين الطريقه ديت ان احنا نرش مجرد نعمل فيوميجيشن للعربيه كلها وهي داخله، وما بين ان انا امسك كراشر او ضغط عالي وارش العربيه كلها من تحت مع الرش دوت. انا بحب اعمل الطريقتين. انا من الناس او من الانصار ان انا ارش العربيه من بره وكمان الكراشر اجيب العربيه كلها من تحت، اكني بغسل في محطه البنزين الشاسيه بتاعها. نفس الوقت لازم يكون موفر للعمال بتاعي كل الحاجات اللي هي هتنظف بيها. ده كله على فكره عجيت بره على المزرعه، احنا لسه ما دخلناش جوه، احنا بنتكلم جوه بره المزرعه، احنا لسه ما دخلناش. في نفس الوقت لازم اجبر العمال بتوعي ان هم يتحركوا كلهم بطريقه صح. يعني هو هنا قلع جزمته وقعد على البنش وبعدين اتنقل الناحيه الثانيه حط هدومه وخد الهدوم الثانيه. طب انا ممكن اعملها له بطريقه ثانيه، انا اخليه يخش من الباب هنا يسيب حاجته كلها يقعد على البنش لما اخذ يقلع هدومه، يجي هنا يغير هدومه ثاني واذا كان هعمل له شاور يستحمى يستحمى، بعد كده يعدي ثاني مع البنش يلبس الهدوم النظيفه ويطلع يطلع من الناحيه الثانيه يخش المزرعه. زي ما احنا بنقول هنا الريد زون هنا في دي مشكله، لان دي هتبقى فيها كميه كونتامينيشن او كميه عدوى عاليه قوي، هينط من على البنش او هيقعد على البنش يرفع رجله يقلع جزمته هنا يرفع رجله وينزل الناحيه الثانيه في اليلو زون، يبتدي ان هو يستحمى او اذا كان هيغسل هيتشطف هينظف هدومه هيغير هدومه تمام، وبعدين يبتدي يطلع تاني من على البنش يحط رجله هنا ويلبس الحاجات النظيفه ويخش جوه المزرعه. اوكي عاده انا بفضل ديت يكون شاور، او مش بفضل، هي المفروض تبقى شاور، المفروض ان هو يستحمى ويغير هدومه بالكامل. والمزارع اللي هي زي الجدود ومزارع الامهات لا، ده انت بتقلع هدومك كلها وبتستحمى وبتلبس هدوم المزرعه وتخش، حتى لما اوزع هدومك الداخليه كل حاجه بتغيرها، تلبس البوت بتاعهم تخش جوه المزرعه. لو خدت بالك الثلاث مناطق منفصلين تماما، دي منطقه كامله كونتامينيتد، دي منطقه هنقول سيمي كونتامينيتد لان هي المفروض انها في حاجات هتنضف هتخليك زي الفل، بعد ما تنضف خالص المنطقه دي هتبقى نظيفه، تتنقل على المنطقه النظيفه او المنطقه الخضراء. هنا حجم المخاطر اعلى بكتير من هنا، اعلى بكتير هنا، اعلى بكتير من هنا، يعني ده يعتبر اعلى حد مخاطر، متوسط المخاطر هنا المفروض ما يبقاش في مخاطر خالص او مخاطر قليله قوي، ما اقدرش ان انا اقول انها زيرو. طيب احنا اللي فاتت كنا بنتكلم على باب المزرعه. طب لما اجي اخش العنبر بتاعي، لو جيت هنا جوه العنبر كده والعنبر ده تسمين او امهات ايا كان، اخش اقعد اقلع هدومي واقلع جزمتي واقلع كل حاجه، اخش على تشينجينج زون اغير هدومي واذا كنت هستحمى ولا بفضل ان هو يستحمى ويغير هدومه بالكامل، البس الجاون بتاع المزرعه والبس الشوز بتاعي واتنقل واخش جوه المزرعه. اقدر اقول لكم ان في شركات ده بالنسبه لهم ولا حاجه. في شركات ممكن تستحمى ثلاث مرات وتغير هدومك ثلاث مرات. في شركات، بعض الشركات كمان بتنزلك جوه حوض فيه مطهر، راسك بس اللي باينه كده لغايه ما تعدي وتعمل راسك بشويه مطهر يرش قولك خلاص على كده. من الحاجات ده طبعا ده في داتشلاند، ده في هولندا.
من الحاجات اللي كانت جميله قوي اللي انا شفتها في مزرعه من مزارع البياض اللي انا كنت بزورها، وانا داخل من هنا يقول لي استنى، ويروح حاطط على راسي بودره بيضه، مغرق راسي بودره بيضه، بعدين بغير هدومي، بقلع هدومي بعلقها وبخش عشان الشاور استحمى. هو لازم وانا طالع من هنا ما الاقيش على راسي باودر او حتى شويه بقايا، لازم يبقى شعري مبلول ومفيش اي حاجه وجسمي مبلول ويلاقيه مبلول. وفي بعض الناس بتوصل لمرحله ان هو ما بيسيبلكش فوطه كمان، ان انت تلبس الجاون من غير فوطه عشان خاطر يضمن ان هو فعلا جسمك مبلول، فاللبس بتاعك يكون مبلول. فدي من الحاجات المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. طيب فاكرين لما كنا بنتكلم على حاجه اسمها البريميتر بافر اريا؟ الفكره هنا ايه؟ ده عن طريق الفود سكيورتي في امريكا، ايوا ستيت. هنا هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا دايما لازم احد الناس بتاعي الهيومن ترافيك او الناس والعربيات بتاعتي انها ما تتحركش جوه المزرعه كتير، ما بقاش انا قاعد كده وفي عربيه العلف داخله السلام عليكم اتفضل شاي شويه، وعربيه مش عارف مين داخل السلام عليكم اتفضل شاي، الدكتور اسامه جاي السلام عليكم اتفضل شاي، ما ينفعش. فاحنا هنا لو قلنا ان ده الطريق العام، هركن عربيتي هنا، ده الباركينج بتاعي، دي مفروض الاداره، هاجي هسيب عربيتي هنا واخش استحمى هنا زي ما قلنا في الاول اللي هو الجريد بيلدينج او الاداره العامه بتاعتي، هستحمى واخش جوه المزرعه. انا حركتي في المنطقه دي ما ينفعش اخش العنابر غير باستئذان. اوكي طيب هتبص تلاقي هنا لو خدت بالك الانتري جيت هنا الحركه واحده، يعني عربيه العلف هتيجي هتخش هنا، دي العلف دي اللي هي السيلوهات، هينزل العلف بتاعه، هو ملوش دعوه هو ما اتحركش خلاص ما دخلش جوه المزرعه، هيوقف هنا ينزل العلف بتاعه بحيث ان ما حدش يتحرك. اوكي حتى في بعض الاحيان هم بيحط لك كمان سيلوهات علف بره، يعني هنا سيلوهات علف جوه البفر اريا اللي المفروض انها ما تتحركش فيه، ساعات بيحطها لك هنا وبيوصلها بحيث ان العلف يخش. تمام طيب انت دخلت من هنا تخرج من الناحيه الثانيه ما تلفش كده، اذا كان باب ثاني ساعات باب جانبي هنا بجنب العمق، او ان انت دخلت من هنا. طيب الميت ما ينفعش ان هو يشيل الميت ويروح جاي من هنا كده وطالع، لا الميت يمشي كده ويطلع من هنا على المكان بتاع الحرق او المكان بتاع الديسبوزر عشان تيجي العربيه تاخده من هنا من بره، مش هتخش جوه المزرعه ويقعد يلف لي جوه المزرعه. فده البفر اريا او المنطقه اللي انا المفروض ما اتحركش فيها كتير جوه المزرعه، مش اي حد داخل اتفضل معانا. ده نموذج تاني هنا راح عامل ايه؟ قال لك الامبلوي باركينج، دي الناس اللي راكنه، دي الناس اللي شغاله، ده هنا مكان العلف، مكان تخزين العلف، ده الطريق، هو هيجي من بره يقف هنا يخزن يحط العلف بتاعه. تمام والعلف عن طريق النقل هيبتدي يخش جوه العنبر كده، ما حدش هيخش خلاص العنبر ده. اوكي وفي نفس الوقت هنا مكان تجميع البيض، بيجمع البيض دي على مزرعه بياض اللي فات ده كان مزرعه تسمين، هنا بيجمع البيض كله ويطلع من هنا تيجي العربيه بتاعت البيض تاخده. مفيش حركه كتير جوه المزرعه، مفيش اللي احنا بنشوفه، بنحاول نقلل الريسك على قد ما نقدر. طيب احنا كنا اتكلمنا قلنا الاودت ليست ده كان معاملاه اليو اس دي اي او اليونايتد ستيت ديبارتمنت بتاعت فور اجريكلتشر لموضوع الهاي باثوجينيك ايفن انفلونزا او الاتش 5. لما حصل عندهم مشكله الاتش 5 قال لك لازم نعمل اودت ليست تشيك ليست. فهنا دي تشيك ليست، هنا ده المفروض ان انا اعمل تشيك صح صح صح. هنا مثلا بيقول لك هنا العربيات اللي رايحه اللوكيشنز بتتحرك ازاي في الاستورج، هل هي نظيفه ومتعقمه كويس ومتطهره كويس قبل ما تخش من عند الشارع الرئيسي عشان تخش المزرعه ولا لا؟ تشيك اه صح متنظفه متعقمه. هل اسمها ايه دي الراجل اللي سايق ده لازم يقف ويغير هدومه ويقف تاني ولا تمام؟ يعني هو بين ما هو ده بيلف على المزارع، هل في كل مزرعه هيغير هدومه ولا ما غيرش؟ هل البوليسي بتاعت المزرعه بتطلب ان انت تغسل وتنظف ولا لا؟ لازم تقول اه او لا، لازم المزرعه تقول اه او لا. الاوديت الراجل الاوديتور اللي ماشي ده لازم يعرف المزرعه دي البوليسي بتاعتها ايه، يقول اه هم فعلا عاملين بوليسي عشان يقول لا. المانيور العربيات بتاعت الفرشه اللي بتاخد الفرشه او الحاجات ديت او بتاخد الفرشه عشان تاخدها البروسيسنج بلانت او اماكن التصنيع، هل هي ضمن التنظيف والتطهير اللي معمول بيه او الليسته اللي هم عاملينها ازاي البروسيدور اللي هم عاطينه عشان خاطر لا تشيك ليست. البريمسز نفسها العنابر والاداره والحمامات، هل هي كلها صح وبتتطهر وتتعقم ولا لا؟ هل انت حاطط
ساينز، هل انت حاطط علامات ارشاديه للناس ممنوع دخول ما تقربش من هنا، هنا بس الناس اللي شغالين في المزرعه، هنا العمال بس، هنا هل انت حاططها ولا لا؟ البولتري هاوس هل هي مقفوله ولا مفتوحه وسايبين بقى الفراخ طبعا تتحرك؟ تمام. العنابر نفسها هل في بيردز، هل في وايلد بيردز، هل في طيور مهاجره، هل في قوارض، هل في كلاب، هل في قطط؟ بعض الاحيان هم عندهم كمان مشكله بقطط بس، ده في ثعالب وتعابين فانت ماشي ازاي البروسيجر بتاعك عشان ما تنقلش بره المزرعه، ما تاخدش انفلونزا تخرج بيها معايا؟ هل في حواليك ناس مربيه في بيوتها ولا لا؟ الباك ياردز كلاب وقطط، ال 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 الاماكن بتاعت التخزين اللي انت بتخزن فيها العلف، وخصوصا ان احنا مثلا من الناس اللي بنستخدم الشكاير، بيخزن شكاير، هل غرفة الشكاير فيها مكافحة قوارض ولا لأ؟ مكافحة حشرات ولا لأ؟ تمام؟ المية اللي طالعة من المزرعة دي رايحة فين؟ هل هي رايحة على أماكن تطهير وتعقيم صح ولا هي مش رايحة؟ لازم أبقى فاهم بالظبط الدنيا فيها إيه؟ كل ده تشيك ليست، صح غلط، صح 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 غلط، عشان أقدر أعمل لنفسي سكور أعرف أنا فين. الإيكويبمنت المعدات اللي أنا بستخدمها نفس الحكاية. الفيزيتورز الناس اللي جايين لي، هل انا مسجلهم ولا لا؟ مسجل هم كانوا فين قبل ما يجوا ولا لا؟ هل انا عارف هم رايحين فين ولا جايين منين ولا لا؟ لازم ابقى عارف الداتا بتاعتي، كل ده تشيك ليست عشان خاطر واحد حصل عندي مشكله بعد زياره واحد. طب الواحد ده بعد كده اكتشفت ان هو كان في مزرعه قبل ما يجي لي، وكان المزرعه دي فيها اتش 5 وعندي النافق عالي وباظ والدنيا باظت. تعالى انت غلطت، انت عملت مشكله، انت عملت لي مشكله كبيره، هتحاسب طبعا بره يعني، لازم يتحاسب، ما ينفعش ان هو ما يتحاسبش، وخصوصا لو هو حاجه جوفرمنتال، حاجه جايه من جهه حكوميه او كده وعمل لي المشكله دي. فلازم ابقى عارف الدنيا فيها ايه. الاشخاص نفسهم هل بيستحموا كويس؟ هل بينظفوا كويس؟ هل بيتعقموا؟ هل الاماكن اللي هم عايشين فيها كويس؟ يعني بعض الاحيان انت بتروح مزارع هو بيكون مقيم فيها العامل نفسه، تخش غرفه العامل نفسها عايزه تنصف. فدي مشكله. طيب او عامل انا محطه عندي في المزرعه بس هو من بلد جنبي، فهو بيخلص شغله في المزرعه عندي الساعه 4 وبعد كده بيروح يبات مع عياله في وسط عياله اللي هم مربيين قطط، اللي هم مربيين فراخ عندهم في البيت، وبعدين يرجع لي المزرعه. يا سلام، انا عملت ايه؟ حتى لو استحمى وحتى لو نظف انا عملت ايه؟ فلازم اعرف العمال بتاعي فين وراحوا ازاي، وخدوا باي سكيورتي، خدوا تدريب للامن الحيوي ولا لا، وايه السكور بتاعهم. يعني انا المفروض بعد ما اعمل تدريب اعمل لهم امتحان واشوف هم فاهمين ولا لا، امتحان عملي امتحان نظري، ابتدي اعرف كل حاجه عنهم. لازم يمضوا حتى التقارير اللي بتتكتب ان هم عارفين ان هم عملوا مشكله او عارفين ان هم عندهم مشكله في كذا، في التقارير اليوميه بتاعه العلف لازم تكون ممضيه ومتوقعه من العامل اللي عملها او من السوبرفايزر اللي عملها، الراجل اللي ماسكه او الراجل المدير بتاعه. لازم كل حاجه موقعه، لازم اعرف لما اجي ابص على التقارير دي مين كتب ايه، عمل ايه في وقت ايه. كل ده مهم بالنسبه لي. طيب ملخص صغير، يبقى كده الحاجات اللي بيتلخص فيها الامن الحيوي بتاعي ما بتخرجش عن 4 حاجات: اشخاص، بيبل، جايدنس، اديوكيشن وتريننج او تعليم او توجيه، بيئه اللي انا شغال فيها، ويبقى في كوميونيكيشن او في لغه تواصل. وكل ده عباره عن بيهيفير، احنا بني ادمين، احنا بنغلط، احنا مش عيب ان انا اقول ان انا بغلط، ومش عيب ان انا لما اجي اغلط عارف ان انا غلطان وان انا اعترف بغلطي واقول انا غلطت. هو عباره عن بيهيفير، هو عباره عن ان انا بتعود احط نفسي في سيستم، السيستم ده ما اخرجش عنه. بالظبط زي ما حضرتك دلوقتي بتركب عربيتك بتربط حزامك، انت خلاص اتاقلمت خلال ال4-5 سنين اللي فاتوا ان انت لازم اول ما تقعد تروح ماسك الحزام ربطه، بقت بالنسبه لك حاجه طبيعيه. هو لازم يتعلم ان دي تبقى حاجه طبيعيه، حاجة بيعملها كل يوم، وحتى وهو بيعملها كل يوم أنا هاجي وأعمل عليه تدقيق وأشوفه بيعملها صح ولا غلط. نقطة مهمة قوي الكوميونيكيشن. يا جماعة أصغر عامل في المزرعة ممكن يعلمك حاجة مدير المزرعة نفسه الدكتور أو المهندس ما يعرفهاش. اتعلم يبقى فيه كوميونيكيشن، اتعلم يبقى فيه تواصل من أصغر عامل لغاية أكبر عامل، اسمع من الكل. ما تقولش لا أصله عامل فهو ما بيفهمش حاجة، العامل بيبقى شايف وعارف أكتر منك. احنا دكاترة بس هو قاعد مع الفراخ اكتر ما انت بتقعد معاها، وشايف الفراخ اكتر ما انت قاعد معاها. اسمع منه، اعرف منه،
لان هو ممكن يقول لك فكره ما تكونش في بالك خالص، او ممكن يقول لك معلومه انت فعلا تايهه عنك وهي اللي عامله لك المشكله. اتكلم معاه، دردش معاه، انزل لمستواه، انزل المستوى العقلي، انزل المستوى الفكري، ما تحسسوش ان هو نكر. فالكوميونيكيشن مهم قوي من اول صغر عامل لغايه مدير المزرعه. كل السلسله دي لازم يبقى في تواصل ما بينها، وكل السلسله دي لازم تتكلم مع بعض، ولازم يبقى في اجتماعات دوريه، ولازم يعرفوا كل حاجه وكل اللي بيحصل. كله عباره عن تواصل العلماء مع العمال مع الصناعه كصناعه، مش بس جوه مزرعتي، لا انا بتواصل حتى مع المزرعه اللي جنبي. احنا بعض الاحيان بتبقى مزارع جنب بعض وما بيرضاش يبقى عنده مشكله ومصيبه جوه المزرعه، انفلونزا او حاجه، وما بيرضاش يقول للمزرعه اللي جنبه عشان خاطر ما بتاع ده ما يتفضحش. لا يا جماعه، هي مش مشكله فضيحه، انت مشكلتك دلوقتي ان انت ربنا يعني ربنا اذاك في الحاجه اللي عندك، يعني خاف على حاجه غيرك. عرف ليه يا جماعه، خلي بالك انا عندي مشكله، فانت اقفل على نفسك كويس، خلي بالك الدنيا مش ماشيه كويس. التواصل لازم يبقى فيه تواصل على مستوى الصناعه، لازم الناس اللي صانع القرار لازم يكونوا عارفين ايه اللي بيحصل والحركه ازاي والدنيا ازاي وايه الامراض. في نفس الوقت على حتى مش بس الصناعه في المنطقه الواحده، يعني مش عشان قاعد مثلا في منطقه المنوفيه فانا لازم ابقى عارف بس المنوفيه، لا ده انا المفروض يبقى فيه تواصل ما بين المنوفيه وبين القليوبيه وما بين الجمهوريه كلها، نبقى عارفين كلنا ايه اللي بيحصل جوه البلد، عارفين بالظبط المزارع بتشتكي من ايه، ايه المشاكل اللي عندهم، نتبادل حتى خبرات ازاي بنحاول نحل المشاكل دي. زائد طبعا الحكومه، الناس القائمين على صناعه القرار لازم يبقوا متدخلين في الموضوع ده وعارفين ان في مصيبه جت، انا عندي مشكله انفلونزا جديده جدا عامله لي مشكله في الانتاج بتاعي، عندي النفق عالي، انا بخسر فلوس يا جماعه، الاقتصاد بتاعي بيقع، اتصرفوا شوفوا لكم حل. طيب ايه الرسائل اللي احنا عايزين ناخدها معانا واحنا ماشيين؟ اول حاجه الامن الحيوي هو مش عباره عن شويه علامات انت بتحطها على باب مزرعتك. الامن الحيوي ده عباره عن خطه، الخطه دي بتركز ان انت بتعرف ايه المخاطر بتاعتك، بتحددها كويس جدا، بتبتدي تعمل لها تقييم، بعدين تبتدي تعرف انت فين من المخاطر ديت حسب كل واحد على حجم شغله على قد مزرعته، ويبتدي يشوف انا اقدر ازاي احل المشاكل دي والاهم هحلها ازاي. بعدين ابتدي اعمل تخطيط كامل انا هحلها ازاي وايه الطريقه اللي انا هتخذها عشان احلها. وبعدين ابتدي اطبقها واشوف اتاكد ان الريسك بتاعي ابتدى يقل بالتطبيق دوت اللي هو الباي سكيورتي. واهم من ده كله ان انا اعمل تشيك ليست على كل اللي فات. لازم اعرف انا بعمل الكلام ده صح ولا غلط. ده مهم. وفي الاخر خالص احنا عباره عن عيله صغيره ضمن عائله كبيره، لازم نتبادل الخبرات. ولازم نتبادل المعلومات، لازم نعرف كلنا هنتحرك ازاي عشان خاطر نقوم صناعه وازاي ان احنا نعيش كويس. من الحاجات اللي عجبتني كنت بدور، كانوا عاملين دي اونلاين حاجه اسمها شركه اسمها نيوترينا عامله 6 ستريبس فور باك يارد بولتري باي سكيورتي او الامن الحيوي، 6 حاجات عشان الامن الحيوي. كيب يور ديستنس زي الكوفيد زي موضوع الكورونا، ابعد عن اللي جنبك، حاول تبقى بعيد خالص عن اللي جنبك، حاول تبعد الطيور عن الناس اللي بتزور، حاول تخلي العمال قليلين لما يخشوا المزارع، طور العنابر بتاعتك، طور الدنيا بتاعتك. كيب ات كلين، نظفها كويس، خليها دايما نظيفه، خليها دايما كويسه. ما تشيلش ركش ورا البنايات، شيل اعمل مكافحه قوارض كويس، ابعد الطيور المهاجره. دونت هارول ديزيز هوم، ما تقولوش اتفضل تعالى عندي. يعني ما تبقاش انت السبب في ان انت تدخل المرض عندك. نظف العربيات اللي بتجي لك كويس، العمال اللي بتجي لك لازم يكونوا يتعزلوا كويس قوي قبل ما يخشوا، تاكد ان هم ما عندهمش حاجه. لازم تطمن تماما ان ما تقولوش اتفضل معانا. ما تاخدش او تستعير امراض من جنبك. ما تبصش مثلا اصل انا الكهرباء عندي باظت، اللوحه عندي باظت في العمر، ابعت محمد الكهربائي في المصنع اللي جنبك خليه يجي يصلحها. انت بتقول له تعالى اتفضل يا باشا. انت بتستدعيه بتقول له اتفضل يا باشا. او هات يا عم هات لنا منه شويه العده اللي عنده خلينا نصلحها. طب ما العده دي نفسها مصيبه يعني. اوكي، اعرف دايما الورنينج ساينز او العلامات المرضيه اللي بادئه عندك. زي ما اتكلمنا في الاول خالص، اعرف انت بتواجه ايه. طول ما انت مش دارس انت بتواجه ايه، عمرك ما هتعرف تهاجمه وعمرك ما هتعرف تدافع عن نفسك.
بص على العنابل بتاعتك كويس، بص على درجات الحرارة بتاعتك كويس، بص على التهوية بتاعتك كويس، اتأكد ان الطيور اللي جاية لك طيور كويسة ما فيهاش مشكلة. دايما خليك قلق، اعمل لنفسك مونيتورنج بروجرام او اعمل لنفسك نظام عشان خاطر تتأكد ان العينات بتاعتك بتتاخد في مواعيدها وان هي فعلا بتتحلل وان هي ما فيهاش مشكلة، عشان تقول للمرض تعالى. كان من الحاجات الجميلة جدا اللي كنت قعدت اتكلمت فيها مع حد من الأساتذة، والراجل ده فعلا انا بحبه وبحب اقعد استمتع معاه، عامل لنفسه مونيتورنج بروجرام او عامل لنفسه تدقيق او متابعه للعنابر بتاعته عشان يطمن امتى المرض داخله وهيعمل معاه ايه وهيتحرك معاه ازاي. دايما خلي عندك، بص خلي عينيك في نص راسك، اقرا عنابرك افهمها كويس، شوف العلامات اللي هي بتديها لك. دايما العنبر بيديك علامه. بعد كده اخر حاجه ريبورت السيك بيرد، لما يكون عندك امراض عندك طيور تعبانه قول انا عندي كذا فيهم كذا، انا شايف صفه تشريحيه كذا، النافق بتاعي كذا. ما تضحكش على نفسك، ما تخبيش على نفسك، واجه اللي انت شايفه عشان خاطر تقدر تحله. دي كانت كده المحاضره، اتمنى انا ما اكونش طولت عليكم. شكرا ليكم، شكرا لاستماعكم. كل لغات العالم، دانكي، ثانك يو، ميرسي، تحت امركم لو في اي اسئله. دكتور محمد، طيب واضح ان الدكتور محمد اشرف ودكتور محمد نبيل مش حاضرين. معاكم اسامه البسيوني. هو الدكتور محمد نبيل واضح انه عندكم مشكله في الكونكشن، فقال لي اتابع انا موضوع الاسئله. شكرا جزيلا للدكتور اسامه على المحاضره الجميله ديت. انت عارف ان انا غاوي دواجن من زمان مع اني مبطل، بس شكرا جزيلا على وقتك وعلى مجهودك. المحاضرة فعلا مفيدة جدا. أنا عندي سؤالين بس أنا هسأل آخر واحد، أوكي؟ فهتيح الأسئلة للشباب. الدكتور صلاح شعبان، ممكن حضرتك تتفضل لو عندك سؤال تتفضل. دي واحدة بس أبعت لك، ممكن تفتح المايك بتاع الدكتور صلاح؟ دكتور صلاح اتفضل. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك يا دكتور. محطور صلاح شفان من وزارة الزراعة في السعودية. أهلا وسهلا فندم، تحت أمرك. أهلا وسهلا، زي ساعات يا فندم. طبعا غني عن التعريف يا فندم. الله يخليك، تشرفنا بالمحاضرة الجميلة ديت. بس أنا كان لها سؤال. إحنا طبعا دلوقتي في كتير من أصحاب المشاريع عندها معرفة بالأمن الحيوي، لكن مش بترضى تدفع فلوس وتشتري مطهرات لأنها ما بتحسش إنها ماسكة حاجة فيها. فما فيش دراسات كوست بينيفيت اناليسيس، كوست بينيفيت اناليسيس عن هذا الموضوع. احنا في حاجه لهذا الموضوع، فايه راي حضرتك في الموضوع؟ لازم المربي يعرف انه لو دفع 100 جنيه او 100 ريال هترجع عليه بكام. جزاك الله خير وشكرا. تمام يا فندم. بالنسبه للدكتور صلاح، بالنسبه لسؤال حضرتك، اللي المفروض يعمل الكوست بينيفيت اناليسيس دي هو المزارع نفسه. خلينا نحسبها بطريقه ثانيه، هو بيشتري الصوص بكام وبيصرف عليه قد ايه، تمام؟ ولما لما الصوص ده بيحصل بيموت هو بيخسر قد ايه. هو لو قدر يقول والله انا دلوقتي لما استخدم مثلا جيركنين مطهرات، هو مش هيحتاج كتير، مثلا هنقول جيركنين او ثلاثة او اربعة حتى، دول تمنهم مثلا 1000 ريال سعودي، تمام؟ انا قدامهم هخسر قد ايه فلوس جوه مزرعتي. حضرتك معايا ازاي؟ فهي اللي هيعملها المزارع نفسه، مش 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 احنا اللي هنقعد نفصلها له. اسعار المطهرات مش زي بعضها، ومفروض يطلب من الشركات بتاعت مثلا المطهرات او الشركات المسؤوله عن الامن الحيوي ان هي تعمل الترند ده، ان هو دلوقتي انت والله هتاخد مني مثلا الجيركن ده انت هتحط منه قد كده على الميه بتاعت الشرب او قد كده في التطهير بره العنبر او عشان الرش، تمام؟ انت هتصرف معايا مثلا ب 10000 ريال، انت الدوره بتاعتك مثلا ب 100000 ريال، لو عدت انت كسبان 30000 ريال، لو ما عدتش انت خسران 20000.
حضرتك معايا؟ غير كده مش هينفع، لازم هو يحسب الكوست بتاعته كام، مش انا اللي احسبها له، مش انا اللي هقعد احسبها له. اوكي، شكرا الدكتور اسامه على الاجابه بتاع السؤال. عندنا سؤال تاني مكتوب على الشات. دكتور محمد يونس بيسالك، انت حضرتك ما تطرقتش لموضوع المطهرات، كيف كيفيه التطهير بعد كل دوره وبدايات اخرى؟ كيفيه التطهير بعد كل دوره وازاي؟ طبعا اول حاجه هو المفروض يشيل يطلع الفرشه بتاعته كلها من العنبر. اوكي، يعني هو المفروض ان هو يطلع الفرشه بتاعته كلها، ما بيطلعها بطريقه صح، يعني بعض الاحيان بيطلعوها بيحطوها على العربيات والعربيات دي بتمشي على الطرق تبتدي توزع، فهو لازم يطلعها بطريقه صح، ان هو بيعمل لها سكرابنج او ان هو بيكحتها من على الارض. يعني هنوصل، احنا بنقول للناس بعض الاحيان اكحتوها من على الارض تماما، نظفوها تماما. بعض الناس بيتجه ان هو بيحرق الارض بتاعت العنبر والحوائط، وبعض الناس بيقول لك لا انا مش هحرق، او ان انا كل اللي هعمله ان انا هعمل سكراب، او ان انا هقشطها قشط وابتدي ان انا اغسل كويس جدا وانظف كويس جدا بالاول بصابون، وبعد كده يبتدي يستخدم مطهرات، وبعدين بينظف ساعات بصابون تاني، وبعدين يبتدي يستناها لغايه ما تنشف خالص ويسيبها فتره. تمام، الصح ان هو الفتره اللي هو بعد ما بيخلص ديت ياخد مساحات، يبتدي ياخد مساحات، وياخد المساحات ديت يعمل حاجه اسمها مايكروبيولوجي تيست، ان هو بيزرعها على بليتس ويبتدي يشوف هل المطهر وهل الحاجات اللي هو استخدمها ديت هل هي فعلا جابت نتيجه ولا لا. ده الصح قبل ما يحط الفرشه بتاعته وقبل ما يبتدي ان هو يرش او يعمل فيميجيشن طبعا كل شركه مطهرات ليها البروسيدور بتاعها حسب النسبه اللي هو بيحطها قد ايه، وحسب الكوروزيف رياكشن او ان هي بتاكل في العنبر قد ايه، لان طبعا المطهرات معروف انها كوروزيف فبيقدر ان هو يتحرك فيها. بعض الناس بتستخدم الجير الحي، يعني في مصر انا شفت ناس بيستخدموا الجير الحي، ان هو بيحط جير حي وميه فالحراره بتاعت الجير الحي نوعا ما بتطهر وبعد كده يشيله ويبتدي ان هو يغسل ويمسح. زي ما بيقولوا كل شيخ له طريقه، انا لازم اشوف شركه المطهرات اللي انا بتعامل معاها ايه البروسيدور اللي هي بتوصي بيه، والاهم من ده كله ان انا بعد ما اطهر اخد مساحات عشان اعرف انا المطهر بتاعي هل هو فعليا شغال صح ولا لا. شكرا دكتور اسامه. يجي السؤال بتاعي عشان متعلق بالنقطه دي بالذات. احنا بعد ما بنعمل نظهر في مشكله تانية بتقابلنا اللي هي الديس انفكتد ريزيديوالز، ان بعض الاحيان بيظهر بعض العلامات ان في بعض الديس انفكتد بتظهر مع جوه اللحم او جوه الطيور، هل ده حقيقي فعلا ولا مجرد اشاعات؟ ان سمعنا في بعض المطهرات بتعمل كده. ما عنديش خبره قوي في الحته ديت عشان ما اضحكش عليك، بس هو المفروض ان المطهر الشركه المنتجه ليه بتقول لك ان هو ما فيهوش فيه ريزيدوالز، او ان هي بتقول لك ان انت بعد التطهير لازم تقعد قد ايه قبل ما تدخل الطيور بتاعتك على العنبر. ده حقيقي لازم يرجع فيها للشركات اللي شغاله في الموضوع ده. ممتاز. سؤال تاني برضو مكتوب، دكتور ابراهام، ثانكس دكتور، اي هاف ا كويشن، كان اي يوز بلازما تريتمنت تو انكريز ايميونيتي اور تريتمنت؟ ده الايه؟ ما اعرفش هو السؤال اوبن كده. لا ما اعرفش مش فاهم السؤال عشان ما اضحكش عليك، بس ما فيش بلازما تريتمنت في الدواجن على فكره خالص. اوكي، عندنا دكتور محمد يوسف عنده سؤال عاوز يساله. دكتور محمد ممكن حضرتك دلوقتي تفتح المايك اتفضل. دكتور محمد الو دكتور محمد يونس، واضح ان في مشكله. دكتور محمد حاول تفتح المايك وتسال سؤال لغايه ما نشوف السؤال اللي بعد كده على الشات. مفتوحه دكتور محمد، المايك بتاع حضرتك مفتوح. دكتور محمد يونس دي واحده افتحه لك تاني. اتفضل دكتور محمد تاني، حاول افتح المايك كده، مايكك مفتوح اتفضل يا فندم. طيب واضح ان في مشكله. طيب دكتور محمد، طيب هرجع لك تاني كمان شويه. دكتور مصطفى الجزيري اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم حضرتك، منورنا وشكرا للمحاضره الجميله ديت. دكتور اسامه، الله يكرمك.
بالنسبه للمغاطس التطهير اللي بتبقى بره على البوابه ديت، هل في فتره معينه المفروض الميه تتغير كل فتره؟ ولان انا ساعات بلاحظ ان انا ممكن اروح مزرعه واشم ريحه وحشه اصلا من المغطس نفسه، يعني هو نفسه ممكن يكون بؤره اصلا للمرض، يعني بحس ان سايبينه عادي لحد ما الميه تنشف او تبقى في مشكله ما مثلا. هل في فتره معينه المفروض يغير الميه ديت او تعتمد مثلا حسب نوع المطهر اللي حطه فيه او كده ولا لا؟ هو اكيد هيبقى له فتره معينه حسب نوع المطهر وحسب تعرضه للشمس، يعني ما انا مش هقيس الشمس بتاعت السعوديه مثلا بمصر، شمس السعوديه هتاكل اي حاجه تمام. في بعض المطهرات هي اساسا مع الشمس ما بتقعدش فتره طويله تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، وضع طبيعي ان هو لازم كل شويه تنظف، لان انت عندك العربيه اللي داخله عليه دي الكاوتش بتاعها وهنقول حتى لو هو بيرش من تحته بينظف بينزل الحاجات كلها مواد عضويه بتنزل جوه المطهر ده، المواد العضويه دي هتغير طبيعه المطهر، وكل ما كانت المواد العضويه كتير كل ما المطهر مش هيشتغل كويس. فلازم طبعا كل فتره ان هو لو بالذات لو هو كمان بيعمل بيعامل الحوض ده عشان العجل ينزل يتنظف جواه. تمام. فاكيد بعد فتره العجل ده كل عجل بيخش عمال يعمل بايوفيلم بينزل حاجه جديده، العجل بيخش وهكذا، هي عباره عن سلسله. انا بشوف، انا كنت ساعات بشوف مزارع ممكن بيقعد بالاربع ايام ما بيغيرش ميه، زي ما حضرتك تفضلت وريحه تبقى سيئه جدا على الاقل يوميا، مره الصبح ومره بالليل، ده اقل وقت. تمام. على الاقل لو خصوصا ان هو ما بيستخدمش سبريز، ما بيستخدمش مرشات، وعامله دوت عشان العربيه تخش جواه زيه بالظبط. حتى كمان المطهرات اللي محطوطه قدام العنب اللي بيحط فيها البوتس بتاعته نفس القصه. مظبوط. شكرا دكتور. ولازم يرجع للشركه المنتجه يعرف المطهر ده يقعد قد ايه، يتحمل حمل بكتيري او وبائي قد ايه، البكتيريا اللي بتنزل فيه او المواد العضويه اللي بتنزل فيه قد ايه، لازم يكون عارفه كويس جدا من الشركه المنتجه. تمام. شكرا دكتور. شكرا دكتور اسامه. عندنا السؤال اللي بعده من دكتور احمد رشاد. اتفضل يا دكتور احمد. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا جماعه. ازاي حضرتك؟ احمد رشاد، دفعه 2002. ازاي حضرتك؟ وبالتوفيق، بالتوفيق دايما كده يا دكتور اسامه. هو بس يعني يمكن طلب مش سؤال، يعني احنا ان شاء الله يعني المحاضره الجميله ديت يعني نتوقع ان شاء الله كده تبقى موجوده على اليوتيوب، يعني نراجعها تاني ونسمعها مره تانية. والحاجه التانية انا منتظر منك بقى محاضره تانية للبايو سيكيورتي في الجزء الخاص بتطهير المزارع او افضل المطهرات او انواعها كومبريزون اللي يعني اللي بين المطهرات وبعضها. وفي بس سؤال صغير كده، يعني اللي هو ايه اكتر حاجه اقدر ان انا استخدمها للسوس اقضي عليها، وخصوصا في العلفين؟ المشكله دي بتواجهني بشكل بشع ومش قادر اوصل لها لحل بصراحه، يعني بس لو امكن. ما تضحكش عليك دكتور احمد، يمكن انا ما دخلتش في المجال ده قوي، بس هستاذن حضرتك انا هسيب الايميل بتاعي وتبعت لي بس، وانا هشوف هسال الناس المتخصصه في الحته دي وارجع لسطك. اكون شاكر جدا جدا ليك يا دكتور اسامه، شاكر جدا ليك. اوكي. بالتوفيق ان شاء الله. لان هو انا فعلا ما دخلتش فيها، بس لازم اسال الناس المتخصصين في الحته دي. لان انا صراحه يعني من تجربتي انا استخدمت معاه حتى البارفورمالدهايد كفيوميجيشن، ولكن للاسف يعني ما اثرش عليه. في ناس قالوا لي بتستخدم حاجات يعني اللي هي بتستخدم في الزراعه زي الديازينون وبعض المنتجات يعني. لا لا لا. هو الفكره بس في استخدام الحاجات اللي هي ضد السوس، هي فيها مشكله واحده بس. حضرتك هتقتل السوس اول مره، بس لسه في بيض بتاع سوس موجود تمام، فلازم الحاجه اللي حضرتك هتستخدمها بتعمل لها استخدام كذا مره، ما بتعملهاش استخدام مره واحده. دي رقم واحد. رقم اتنين، المفروض ان هي بتكون امنه بالنسبه للاكل اللي حضرتك هتحطه عليه عشان ما يحصلش بعد كده تسمم منه تمام. انا الحته دي مش عندي فيها الديتيلز كلها، فهحاول ارجع للناس فعلا اللي شغالين في القطاع ده وابتدي اسالهم ايه اللي ممكن يستخدم. الو دكتور. واضح ان الدكتور النت عنده فصل انه اختفى. طيب اوكي. ناخد دكتور محمد، اتفضل سؤال حضرتك.
الو دكتور محمد يونس، احنا مستمعين حضرتك يا دكتور محمد. طب هو واضح ان في مشكله في المايك، ابعت لي سؤالك على الشات وانا هساله على مع الدكتور اسامه على طول دايركت. اوكي دكتور مصطفى، اتفضل دكتور مصطفى سؤالك. دكتور مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا دكتور اسامه؟ مع حضرتك دكتور مصطفى عزت من السعوديه. غني عن التعريف يا فندم، ازاي سعادتك؟ يا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ وحيسنا والله يا دكتور اسامة، ربنا يديك الصحة. الله يخليك. سؤالين يا دكتور معلش، بالنسبة للتوبكس اللي هو الديسنفكشن ريزيستنت، هل ده في ايشو كبير من ناحية ان يكون في ريزيستنت ضد الديسنفكشن المفروض ان هو يتغير كل فترة، خاصة في المزارع الأمهات ومزارع الجدود؟ ده أول. تاني سؤال بالنسبة للوايلد بيرد، حضرتك عارف الوايلد بيرد ان هو بيبقى كارير لبعض الديزيز في البولتري زي مثلا اتش 5، ممكن يكون المرض ولكن مش ظاهر عليه الاعراض. ايه السبل ان انت تبعد الوايلد بيرد عن المزارع التجاريه او الكوميرشال فارم؟ ان انت تمنع الاكيوميليشن للفيد، ان انت تمنع الاكيوميليشن بتاع الووتر، ان انت تمنع الجراسس لين الهاوس بتاع الفارم. كنت سمعت ان في بعض استخدام لبعض الاشعه ان انت الوايلد بيرد عن الكوميرشال فار او عن السايد بتاع المزرعه، هل الكلام ده له جدوى ولا لا؟ لو الموضوع. شكرا لحضرتك جدا. هتعملكم بالنسبه للديسانفكتنت ريزيستنت، زي ما اتكلمنا قبل كده، انا لازم اعرف ايه الحاجه اللي موجوده عندي عشان اقدر اعرف ايه الديسانفكتنت اللي الصح اللي يشتغل معاه. احنا للاسف بنشتغل، معظمنا بيشتغل على او عشان نتيجه الحاله الاقتصاديه و ان احنا ما بناخدش مساحات من مزارعنا. يا جماعه العنابل لازم يتاخد منها مساحات اول باول. اللي بيحصل ان احنا انا لما كنت شغال ايام المعمل، انا اشتغلت فتره كبيره معمل بيطري، كان بيجي لنا المستحضرات اللي هي بتاعه المطهرات، كنا بنعملها تخفيفات كتيره ونبتدي نشوف اثر التخفيفات اللي احنا بنعملها دي على البكتيريا. اوكي انا وابتدي اعد كولوني وابتدي اشوف الدنيا بتاعتي ماشيه ازاي، عدد الكولونيز او عدد الحاجات اللي موجوده في المزرعه، كميه البكتيريا الموجوده في المزرعه بتاعتي. فانا عشان اقول المضاد المطهر بتاعي ده في منه ريزيستنت، لازم اطهر زي ما تفضلت وابتدي اخد مساحات واشوف ايه البكتيريا اللي موجوده عندي وعدد الكولونيز بتاعتي قد ايه بناء على التخفيف اللي انا استخدمته، وبعدين اقول المطهر ده فعلا هل يصلح لي ولا لا. اوكي دي الحته بتاعت الديسانفكت، المعمل دايما متداخل معايا. طيب بالنسبه للحته بتاعت الوايلد بيرز، زي ما حضرتك تفضلت، حضرتك سالت السؤال وجاوبت عليه، فعلا احنا مفروض ان احنا نمنع ان العلف يبقى في ان هم ينزلوا على العلف، مفروض ان احنا ما نخليش علف بره العنبر، السيلوهات العلف اللي حواليها يتشال، ابرك الميه كلها. كان في بعض الحاجات اللي اتعملت ان هم يعملوا حاجات زي صفارات مش مسموحه يسمعها الطيور، بس ما عنديش فيها داتا كتير ومعرفش هل هي فعلا جابت نتائج ولا لا. بس ابسط حاجه، المنطقه اللي انت حاطط فيها المزرعه بتاعتك ما تحطهاش في منطقه مرور طيور مهاجره او حوالين ناس مربيه بيوت، خصوصا انت عارف في السعوديه كتير مننا من المزارع اللي احنا مثلا نعرفها او المزارع القديمه اللي كانت مبنيه في وسط احواش بتاعت طيور زينه وحاجات تانية موجوده، فكانت عامله مشاكل. فانا بحاول ان انا اتجنب الاماكن اللي فيها طيور البريه او اماكن مرورها. طيب انا معرفش اجي، انا ابدا احاول ان انا اقفل الامن الحيوي بتاعي في مزرعتي بحيث ان انا ما اسمح لهمش ان هم ينزلوا، او بمعنى صح ما اسيب لهمش الحاجه اللي تخليهم ينزلوا زي الاكل والشرب. ده ابسط حاجه. موضوع الاصوات اللي هو الحاجات اللي هي بالصوت ما عنديش فيها داتا كتير، بس ممكن ابتدي ادور، يعني انت هتخليني ابتدي ادور على النت هل في حد اشتغل عليها ولا لا. شكرا لحضرتك دكتور، ربنا يبارك فيك. دكتور اسامه عندنا سؤال من على الشات، دكتور محمد يونس حاول يخش كم مره بس للاسف ما عرفش، فانا هسال السؤال بتاعه. ما هي افضل مطهرات وممهدات التطهير بالنسبه للمواد الفعاله؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، كيفيه التخلص من البايوفيلم؟ ثالث سؤال، لو عندي اصابه سابقه فيها كوكسيديا او جمبورو، ايه افضل مطهر؟ دكتور اسامه، ايه افضل مطهر؟ طيب
الثلاث اسئله بقول لك اصعب من بعض علموهم. بالنسبه للمطهرات، في مطهرات كتير قوي، يعني المطهرات اللي في السوق كتير قوي، سواء الحاجات اللي هي الامونيوم كومباوند او الحاجات اللي هي المطهرات الفيروسيه، في انواع كتيره جدا واشكال كتير. انت مش بتقدم مطهر ايه، المهم انت دكتور سامح احنا مستمعين حضرتك. دكتور اسامه الو كده اوكي؟ ايوه كده سامعينك يا فندم، كده سامعينك، على الصوت بس شويه اوكي. فبالنسبه لانواع المطهرات، اوكي انواع المطهرات مفيش اكتر منها، مطهرات كتيره جدا تمام. حاجات كتيره جدا موجوده عندنا، مش قليله تمام. انا هستخدم ايه مع ايه، او هستخدم ايه بعد ايه، اوكي. في اللي هو في الصودا الكاويه، في ناس بتستخدم الصودا الكاويه للكوكسيدي تمام، وبتجيب نتائج حلوه. الانكوسيديا معروف ان هي هتتكسر بسرعه بالصودا الكاوي عشان خاطر ان هي برازيت، اوكي. طيب بالنسبه للجمبورو، الجمبورو نظف وطهر العنبر لغايه بكره، هيفضل عندك عترات، لازم في حاجات موجوده تمام. لازم هيبقى في عندك العتر على الاقل بتاعت الفاكسين، في منها ريزيدوال موجود. الجمبورو مش من الحاجات السهل ان انت تطلعها بره العنبر، مش زي الامراض الثانيه. احنا كنا من فتره كلمت مع بعض الناس الاكسبرت وقالوا لي الايودين كويس عشان الجمبورو في حاله التطهير. النتائج هم اشتغلوا بيه واشتغلوا بيه كويس قوي، وجايب نتائج كويسه جدا عندهم تمام. بالنسبه للمطهرات، انا ممكن في عندي داتا عن المطهرات، ممكن ابعتها للدكتور محمد لو حابب. انا برضو هكتب الايميل بتاعي، يبعت لي بس وانا هبعت له. فيه كان في واحد زميل شغال في مطهرات، وهو في قطاع المطهرات، كان بيديني داتا كامله عن المطهرات كلها وكيفيه استخدامها بالدوزز بتاعتها بكل حاجه تمام. اوكي، في عندنا برضو سؤال مكتوب. الدكتوره عزه الشيخ، في بعض المربيين بيحطوا مطهرات في ميه الشرب زي الفيركون اس في اصابات نيوكاسل والانفلونزا وزي اليود في الجمبورو، ايه هي الطريقه الصحيحه؟ حته ان انا احط مطهر في ميه الشرب ده وارد، وفي شركات بتقول انها ممكن تحط، يعني فيركون اس مثلا من الاعلانات اللي بيعملوها ان هو ضد الاي بي في او ضد التهاب الشعبي الوبائي. طيب بس ده مش كفايه، لو انا عندي مشاكل جمبورو او عندي مشاكل نيوكاسل، مش انا بحط مطهر بس عشان اقلل المشاكل اللي ممكن تحصل في العنبر ده، اوكي. مش عشان ان انا اطهر كتطهير، انا عايز اقلل الريسك او اقلل كميه الطيور اللي ممكن تصاب بالمرض. المطهر عشان يتحط في الميه ده بناء على الشركه المنتجه. انا بقول الفيركون اس عاملين اعلان بيقولوا احنا ضد الاي بي، يعني احنا ممكن يتحط يترش في الهواء ويتحط في الميه واحنا ضد الاي بي، ده 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 السلوجن بتاعه. بس في الاخر خالص، هل هو بيحمي من الاي بي؟ هيحمي، بس انت العنبر اتضرب اوريدي، انت عندك مشكله دخلت، فانت لازم تبتدي تحط سبورتيف تريتمنت او تحط حاجات في الميه ومقشعات وتبتدي ان انت تقفل على العنبر ده كويس، بحيث ان انت تقلل المشاكل اللي ممكن تحصل عندك، وهو ده الاهم بالنسبه لنا. طيب دكتور اسامه برضو سؤال مكتوب، ده اخر سؤال مكتوب هناخده، لان في سؤال تاني برضو دكتور عبد السلام منتظرنا. الدكتور عاطف سلمان، اعتقد ان في مشكله الامن الحيوي تكمن صعوبه التطبيق بسبب المزارع الصغيره والعشوائيه، وان الحل هو الاكتفاء بمزارع الشركات الكبيره والموجود الظهير الصحراوي، ايه راي حضرتك؟ لا تاني السؤال، معلش انا اسف قطع في النص. ملخص السؤال، هو الدكتور بيقول ان اغلب مشاكل الامن الحيوي بتحصل بسبب المزارع الصغيره، وان الشركات الكبيره طبعا بتاخد حذرها كويس، فهل هو الحل ان احنا نقفل المزارع الصغيره ونكتفي بالمزارع الكبيره موجوده في الظهير الصحراوي بس؟ السؤال ده دبلوماسي ويودي في داهيه، لان اجابته فيها سجن. انا عايز اقول للدكتور عاطف، واحنا زعلنا حضرتك في حاجه لان ده اجابته فيها سجن. لا احنا خلينا واقعيين،
مش معنى وجود ان مش معنى وجود المزارع الصغيره في الوسط ان احنا عندنا مشكله. احنا عندنا مشكله على فكره، والمشكله مش جديده، المشكله من زمان قوي واحنا عارفينها كويس. موضوع حتى المزارع اللي فوق بعض ده غلط. انا لما اروح فقاسه الاقيها في الدور الارضي ومزارع الامهات في الدور اللي فوق، ده دي لعنه ما يعلم بها الا ربنا. فعلا وجود المزارع جوه البلد هيعمل مشاكل كتير، وخصوصا في ظل التكدس السكاني اللي موجود. اللي يقدر يا جماعه ان هو لازم يعني يقدر يتكلم مع الدوله، ويقدر ان هو يشوف ازاي تحلوها، او قطاع الدواجن، مصنعي الدواجن، الاتحاد والمنتجين يقدروا يتكلموا في الحته دي، ان هم ازاي ينقلوا المزارع دي لبره بطريقه كويسه، ما تكونش بطريقه عشوائيه، تقدر ان هي فعلا تساعد الناس دي، يكون كويس. الموضوع شائك وداخل فيه جزء دبلوماسي كبير، داخل فيه وزاره الزراعه، وداخل فيه جماعه بتوع منتجي الدواجن، وداخل فيه البلد كاقتصاد و فلازم الكلام على اوسع بنطاق اوسع. اوكي تمام. الدكتور عندنا سؤال من الدكتور، دقيقه واحده. دكتور دسوقي عبد السلام، دكتور دسوقي اتفضل ساعتك، مايك معاك. دكتور دسوقي، السلام عليكم. دكتور لو في مشكله في المايك، فلو سعادتك تبعت لي الرساله على الشات انا هسالها الدكتور اسامه دايركت. اوكي الدكتور احمد عاوز يسال سؤال ثاني، اتفضل يا دكتور احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تحت امرك يا فندم. دكتور اسامه انا اشكر حضرتك جدا على المحاضره الجميله، وباكد على طلب الزميل اللي قال يا ريت المحاضره تبقى متوفره سواء بي دي اف او على اليوتيوب او باي طريقه عشان نستفيد من خبره حضرتك يعني. شكرا جزيلا للمحاضره الجميله. وسؤال بسيط جدا بخصوص استخدام بعض المطهرات في الميه اللي احنا بنحطها على خلايا التبريد لو انا عندي مشكله تنفسيه في العنبر، ايه راي حضرتك في الموضوع دوت؟ سواء مثلا استخدام يود او استخدام فيركون اس على خلايا على الميه اللي انا بحطها على خلايا التبريد لو انا عندي مشكله تنفسيه في العنبر، سي ار دي او سي ار دي. اوكي مفيده جدا، بس لازم تاخد البريكوشنز بتاعتك، لازم تبقى عارف فعلا من انا اعرف ان الفيركون اس في ناس بتستخدمه وفي ناس بتستخدم الايودين، بس خلي بالك من حاجه، رطوبه جوه العنبر عامله ازاي، درجات الحراره جوه العنبر عامله ازاي، درجات الحراره متجانسه جوه العنبر ولا لا، لان انت ممكن بتعمل حاجه عشان تمنع مشكله تزود المشكله زياده. اوكي فلازم تخلي بالك من الحته دي كويس قوي. انا النسبه اللي انا احطها قد ايه لازم اكون متاكد جدا من الشركه. الفيركون اس من الحاجات اللي بتستخدم طبعا على مستوى واسع جدا كمطهر، هو مطهر فعلا رائع وجيد. بس خلص النسبه قد ايه هيتحط، هيمشي على خلايا التبريد بسرعه قد ايه عشان خاطر ما يقفلش الخلايا خالص فالتهويه تتقفل خالص جوه العنبر، درجه حراره العنبر جوه كام عشان خاطر ما يحصلش رطوبه عاليه قوي جوه العنبر فتزيد الدنيا بله اكتر. تمام، ايه المشكله فعلا التنفسيه اللي عندي، هل هي مشكله فيروسيه ولا مشكله مانجمنت؟ لازم دي تفرقها كويس قوي قبل ما تبتدي تتحرك، لان لو هي مشكله فيروسيه وانا كتمت العنبر الدنيا باظت، لو هي مشكله مانجمنت هتعدي بعد اول ما تبتدي تظبط المشكله هتعدي على طول. اوكي اشكرك يا دكتور، اشكرك جدا، شكرا لذوق حضرتك. اتفضل. شكرا جزيلا. دلوقتي احنا خلصنا كده تقريبا كل الاسئله. دكتور محمد نبيل معانا. معاك يا دكتور، بشكرك طبعا يا دكتور وسام، يعني بصراحه احنا محتاجين حضرتك معانا كل يوم يا دكتور وسام بصراحه. يا باشا انا جاي والله بجد، يعني حتى صوتك صوت اذاعي كده غير يعني. لا راجل ما تقولش الكلام ده. وسام منير وسام منير، ايوه. يعني انا بصراحه مستمتع بالسيشن، مستمتع بحضرتك يا دكتور اسامه، مستمتع يعني بدكتورنا العزيز دكتور وسام البسيوني اللي بشكره شكرا جزيلا ان هو كان معانا النهارده يعني، وان هو صاحب المبادره دايما في ان هو ان احنا نعمل سيشنز اونلاين من بدايه الدوره الخاصه بدراسات الجدوى والسي في رايتنج والمشاريع. فيعني احنا بنشكرك دايما يا دكتور اسامه على مجهودك، نشكر دكتورنا الكبير دكتور اسامه على المحاضره القيمه. الزملاء بامانه محاضره مفيده جدا
وفيها المعلومات اللي لازم كل الناس اللي شغاله في الدواجن تبقى عارفاها، وان شاء الله هتعقبها بمحاضرات تانية مليانه برضو معلومات قيمه من الدكتور اسامه في الفتره اللي جايه. الناس اللي بتسال على الريكورد بتاع المحاضره، الريكورد ان شاء الله هينزل يعني في خلال من ساعتين لثلاث ساعات. لو في اي حاجه بي دي اف او ماده علميه رتو يا ريت تبعتها لي اشيرها مع زملائنا. هبعتها على جروب التليجرام او على جروب الواتساب. انا حطيت لكم لينكات جروبات التليجرام والواتساب على الشات من شويه، لو كده هبعتها لكم تاني دلوقتي. بشكر حضراتكم جميعا على الحضور، بشكر الدكتور اسامه مره ثانيه. انا هسيب الدكتور اسامه اللي يختم النهارده مع الدكتور اسامه بما ان هو اللي كان ليدنج الموضوع يعني. اتفضل دكتور اسامه. طب كويس. طيب شكرا جزيلا لكم جميعا، شرفتونا ونورتونا. انا جدا بالله بشكر الدكتور محمد نجيل دايما، الدكتور محمد اشرف على التنظيم الروعه ده. على فكره في نقابات ثانيه ما عندهمش ربع اللي احنا بنعمله، وفعلا ده والله حاجه كويسه جدا. بشكر جزيلا دكتور اسامه، شكرا جدا على معلوماتك، وشكرا جدا على المحاضره الجميله، وان شاء الله ننتظر حضرتك محاضره جايه. في اقبال كبير جدا على السؤال على موضوع المطهرات والتطهير، لو نقدر نعمل محاضره جايه على الموضوع ده هيبقى اظن مفيد لجميع الزملاء اللي بيشتغلوا في مجال الدواجن. انا شخصيا راجل بتاع دواجن قديم يعني، بس بطلت بقالي فتره، بس والله استفدت جدا. شكرا جزيلا ليكم، نشوفكم ان شاء الله المحاضرات الجايه، وتصبحوا على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا يا فندم. الف شكر. مع السلامة.